مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، اهلا بيكم حلقه جديده من سوبر تايم. زي كل يوم بنكون مع حضراتكم باخر واهم الاخبار ولقاء مع احد نجوم الكره المصريه، ونبدا اخبارنا على طول بقرعه كاس مصر دور ال 32 اللي اقيمت النهارده. طبعا القرعه لموسم 2019-2020 واسفرت عن مواجهه مهمه للاهلي قدام بني سويف ومواجهه الزمالك مع الشرقيه. لسه لم يتم تحديد المواعيد الخاصه او النهائيه لتلك المرحله، لكن قرعه الدور ال 32 بتضم طبعا جميع فرق الدوري الممتاز ال 18 مع 14 فريق من الدرجه الثانيه والثالثه اللي تخطوا الادوار التمهيديه. الاتحاد المصري ابعد النادي الاهلي عن نادي الزمالك باعتبارهما بطل ووصيف النسخه الماضيه من الدوري المصري ممتاز، بينما بيتواجد بيراميدز في طريق نادي الزمالك وهو ثالث الدوري الممتاز السنه اللي فاتت، مع المصري اللي بيتواجد في طريق النادي الاهلي وهو طبعا رابع الدوري السنه اللي فاتت. القرعه او الخريطه الخاصه بكاس مصر كامله جاءت كالتالي: الاهلي في مواجهه بني سويف، ام بي في مواجهه الترسانه، الانتاج الحربي في مواجهه ابو قير للاسمده، حرس الحدود في مواجهه بتروجيت، الاتحاد السكندري في مواجهه النصر، اسوان في مواجهه طنطا، المقاولين في مواجهه الجزيره مطروح، المصري في مواجهه انا، الزمالك في مواجهه الشرقيه، سموحه في مواجهه العبور، وادي دجله في مواجهه بيلا، نادي اف سي مصر في مواجهه الجونه، طلائع الجيش في مواجهه دكرنس، وطبعا مصر المقاصه في مواجهه فاركو، الاسماعيلي كمان في مواجهه الاعلاميين وهو فريق واحد من الفرق الشرسه اللي موجوده في قسم الدرجه الثانيه، وبيراميدز في مواجهه النجوم. كيف يرى مسؤول الأندية القرعة؟ هل كل حد منهم شايفها قرعة منطقية؟ طبعا في ناس اعترضت النهاردة على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار انه هو احنا ليه بنوجه القرعة وبنخلي الأهلي يبعد عن الزمالك؟ دي يعني توجه في اتحاد الكورة انه دايما يخلي الأهلي والزمالك في طريقين مختلفين، الأهلي يخلص ماتشاته ومواجهاته، الزمالك يخلص ماتشاته ومواجهاته، وان عدى ده وده كمان عدى بسلام يلتقوا الاثنين في النهائي. لكن في العالم كله ما بيحصلش ده، ما بيحصلش انك بتوجه، عادي جدا انك تلاقي برشلونه في دور الثمانيه، دور الاربعه، دور اي حاجه، عادي جدا، بتحصل في اي حته، بتلاقي بايرن بيواجه دورتموند في دور الاربعه او في دور الثمانيه، عادي جدا تلاقي يوفنتوس بيواجه نابولي في مش عارف فين، بتحصل، لكن هنا في مصر القصه تبدو انها مختلفه. تعالوا نشوف الاول اراء بعض مسؤولي الانديه القرعه الخاصه بدور ال 32 لكاس مصر ونرجع بعدها. احنا هنواجه نادي طنطا في ملعبنا. القرعه ما اختلفتش كتير عن السنين اللي فاتت، برده موجهه يعني عكس قرعه الدوري. قرعه الدوري السنه دي اختلفت وما بقتش موجهه، لكن قرعه الكاس زي ما هي. احنا برده بتقابلنا مشكله ان احنا من الثلاث فرق الصاعدين، فبنلاعب ومعانا اخر فرقه من جدول السنه اللي فاتت في الدوري، فبرده بتلعب فرقه دوري ممتاز مش بتلعب فرقه جايه من تحت. بس هي الميزه ان احنا الحمد لله هنلعب على ملعبنا، يعني في دور ال 32 هنلعب طنطا في ملعبنا. معسكرين هنا بقالنا حوالي 15 يوم، وكنا مستنيين ان احنا الاسبوع الجاي اول اسبوع في شهر 12 كنا نلعب ماتش في الدوري مع طلائع الجيش، لكن فوجئنا ان هو اول اسبوع في ديسمبر هيبقى كاس مصر، والجدول هيتبعت لنا بكره ان شاء الله بتاع الكاس، وربنا يسهل ان شاء الله. اول مباراه لينا هتكون مع نادي المصري باذن الله، لكن للاسف القرعه النهارده كانت موجهه لانديه الدوري الممتاز. يعني انا اول مره اصعد في التاريخ لكاس مصر، انا فرقه درجه ثالثه، انا الفرقه الوحيده الممثله عن الدرجه الثالثه في الصعيد كله، فان انا كان نفسي ان الملعب المباراه تبقى على الارض عندي، يعني بتبقى في نادي هنا، الجماهير عندنا، ويعني من بدري ما فيش فرق ممتاز جت عندنا. فللاسف القرعه النهارده كانت متوجهه لانديه الممتاز، يعني عدى انديه الممتاز كلها وبعد كده وزع عليهم الفرق المتاهله، فيها عدم حياديه تامه. كنا نتمنى تبقى مباراه عندنا باذن الله رب. احنا مستعدين للمباراه، الجهاز الفني واللعيبه بتاعتنا. هنسافر بقى على المصري، مسافه بعيده قوي، يعني احنا من هنا لبورسعيد يعني اكتر من 15 16 ساعه، فكل ده ارهاق وتعب على اللعيبه عندنا، فلكن احنا مستعدين للمباراه باذن الله ربنا يوفقنا. يعني احنا على اتم الاستعداد ان احنا نقدم صوره مشرفه عن الصعيد وعن محافظه هنا وعن جمهور نادي هنا المحترم، باذن الله رب تكون مباراه كويسه. اول مره نادي العبور في تاريخه يوصل لدور ال 32، نادي العبور نادي صاعد واعد من محافظه القليوبيه، احنا ان شاء الله هنقابل نادي سموحه، ويعني الحمد لله يعني هي مواجهه ان شاء الله تكون يعني نامل انها تكون متكافئه من ناحيه نادي العبور. احنا فرحانين طبعا ان لاول مره يبقى في من القسم الثالث موجودين كسبوا، ودي حاجه كويسه. الحاجه الثانيه ان يعني طبعا توجيه القرعه في البدايه اول الدوري وثاني الدوري بعد الاهلي عن الزمالك بعد بيراميدز عن المصري، لكن في مجمل الموضوع ان القرعه منظمه
ونادي الاتحاد السكندري هيقابل نادي النصر. هو كل سنه احنا بنقابل نادي النصر سواء كنا عندهم او عندنا. نادي الاتحاد السكندري ليه تاريخ في كاس مصر، تاريخه كله في كاس مصر، حقيقه جهاز فني محترم ورئيس نادي محترم استاذ محمود مصلحي موفرين كل حاجه. بنطمن جمهور اسكندريه ان شاء الله الاتحاد السكندري هيكون لي ان شاء الله نصيب في كاس مصر. كنت اتمنى ان القرعه تكون قرعه حره، ولكن الاتحادات عليه ارتباطات تسويقيه وبياخد في الاعتبار الاربعه الاوائل في الدوري الموسم السابق، ودي وجهات نظر والكره كلها وجهات نظر يعني. انا اتمنى التوفيق للمسابقه باذن الله السنه دي، نتواجد مع نادي العبور والتوفيق باذن الله. القرعه النهارده يمكن كانت بسيطه جدا، محدده جدا ومختصره، يمكن كنا يعني جرت العاده ان بيبقى في بعض الشروط او شرح لاي استفسار من اي مندوب نادي موجود، ولكن ما كانش لحد ما كانت سريعه. يعني احنا هنقابل الانتاج الحربي طبعا، فريق الدوري ممتاز، فريق كبير، ونتمنى ان ابو الاسمده تظهر بشكل كويس ان شاء الله. القرعه الحمد لله النهارده كانت جميله قوي، وكل كان متوقع وحتى في الكنس ان احنا هنقابل اهلي او زمالك، انما الحمد لله القرعه وقعتنا النهارده مع طلائع الجيش. على المباراه الاولى هتبقى على ملعب طلائع الجيش، وطبعا الفائز من طلائع الجيش واحنا هيقابل الفائز من مصر المقصه وفاركو. فطبعا هنتمنى التوفيق لنادي الكنس، طبعا هو الحصان الاسود في الدوري الممتاز به لغايه دلوقتي، بيتصدى المركز الثالث. سمعنا اراء مسؤولين كتير من اللي كانوا موجودين النهارده في قرعه كاس مصر، والحقيقه كلهم اتكلموا عن ان القرعه الاحسن انها تكون قرعه حره من غير اي توجيهات، لكن كلها لاعتبارات تسويقيه. العالم كله على فكره بيكون عنده رعاه، والعالم كله بطولاته بتكون برضه ليها اعتبارات تسويقيه، لكن زي ما بقول لكم بتبقى دايما حره اكتر من كده. هي طبعا وجهات نظر قد تكون تسويقيه في المقام الاول، لكنها بتظلم بعض الفرق في يعني اغلب الوقت. فخلينا نستنى ونشوف هل الامور زي ما حصل في الدوري ان هو ما بقتش قرعه موجهه، وشفنا لقاء الاهلي والزمالك كان المفروض يكون في الاسبوع الرابع، وبالتالي اصبحت قرعه حره. نتمنى ان كمان تنتقل الحريه الخاصه بالقرعه لقرعه كاس مصر في النسخه القادمه. الاتحاد السكندري او سيد البلد بيواصل مغامرته ومشواره المميز جدا في البطوله العربيه للعام الثاني على التوالي، ووصل لربع النهائي دور الثمانيه النسخه الحاليه بعد الفوز على المحرق البحريني بمجموع اللقائين 3-0. مباراة اليوم كانت خارج الأراضي، ونجح زعيم الثغر في الفوز بهدف لهدافه الكبير خالد قمر اللي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 73 عشان يكرر الاتحاد فوزه مرة تانية على نفس الفريق بعد ما فاز عليه في اسكندرية 2-0، بيفوز عليه النهاردة 1-0. الاتحاد اتأهل للدور ده، دور ربع النهائي دور الثمانية، مع الرجاء المغربي، أولمبيك أسفي المغربي، واتحاد جدة السعودي، ولسه في انتظار باقي المتأهلين. طبعا نبارك لكل جمهور اسكندرية العظيم، طبعا نبارك لمجلس إدارة اتحاد السكندري برئاسة الحاج محمد مصلحي، واحد من أحسن رؤساء الأندية في مصر الحقيقة، دايما داعم، دايما في ظهر فرقته، عاشق لفرقته، فرقة محترمة الحقيقة، مع كابتن طلعت يوسف وكابتن محمد إبراهيم، جهاز فني محترم جدا، ومجموعة مميزة جدا 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 من اللاعبين. إن شاء الله كل التوفيق ليهم بإذن الله يقدروا ياخدوا البطولة. كابتن محمد إبراهيم مدرب عام نادي الاتحاد السكندري معانا، مساء الخير يا كابتن محمد وألف مبروك. الله يخليك كابتن كريم، متشكر جدا، الله يبارك فيك، ومبروك لمصر ومبروك لنادي الاتحاد بصفة خاصة. احكي لي عن المغامره اللي بتتكرر للسنه الثانيه على التوالي، اللعيبه واضح انها اخذت على الاجواء العربيه، وبالتالي ما بقاش في رهبه ان انا بلعب خارج ارضي او ان انا بلعب بعيد عن جمهوري، وبقت الامور عادي انا بكسب بره زي جوه. يعني يا كريم هو بالظبط البطوله العربيه مختلفه عن الدوري، هي بتبقى مباراتين رايح جاي، الحمد لله ربنا وفقنا في المباراه الاولى بان احنا فزنا 2-0، المباراه دي جايين بنلعب فرقه المحرق البحريني، فرقه كويسه درسناها كويس، اشتغلنا عليها كويس، فرقه في ملعبها صعبه جدا، الملعب صعب جدا، ملعب ناشف جدا غير الملاعب العاديه، يكاد يكون قريب للملعب الترتاني يعني، ولكن الحمد لله يعني حققنا المراد، اشتغلنا كويس ولعبنا على المرتدات، وضيعنا اكتر من هدف لرفعت وخالد قمر، ضيعوا اكتر من هدف في الشوط الاولاني يعني زي ما حضرتك شفت، لكن استمرنا بنفس الاداء بتاعنا الشوط الثاني، والحمد لله ربنا وفقنا واحرزنا هدف ونهينا المباراه باحراز الهدف ده، يعني ان احنا نتفوق عليهم بمباراتين 3-0. كابتن محمد، يعني كل ما بتعدي دور او كل ما بتتقدم في البطوله، البطوله بتبقى اصعب، المنافسين بيبقوا اصعب واكبر واعنف واشرس، وكل فرقه منهم بيكون عندها مواصفات البطوله،
لكن الاتحاد السكندري ناوي على ايه؟ يعني هل السنه دي النيه او الطموح الفوز بالبطوله العربيه؟ يعني بص كريم، احنا الطموح مش واقف عندنا، الطموح ملوش حدود، احنا كل ماتش بناخده بماتشه. الكابتن طلعت قال لهم طموحنا الى ابعد مدى، النهارده الرئيس اجتمع باللعيبه استاذ محمد بن صلحي والمجلس بالكامل معانا النهارده، اجتمع باللعيبه وقال لهم انا شايف حاجات ثانيه بعيده في حته ثانيه خالص نادي الاتحاد، واعتقد نادي الاتحاد النهارده محطوط في 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 في, في حته يعني كاتيجوري بعيد شويه عن الفترات اللي قبل كده. نادي الاتحاد النهارده طلب يلعب في السعوديه، لاعبين في السعوديه عاملين معسكر في السعوديه كده، ايوه، من خمس ايام او ست ايام، لان الوحده السعودي، الوحده النهارده لسه كسبان النصر، احنا كسبناه في ملعبه. النصر طبعا ماشي اول، يعني زي ما حضرتك عارف طبعا، هو كسب النصر النهارده، لسه المباراه خالصه، احنا كسبناهم في ملعبهم ولعبنا مباراه كويسه جدا، عملت صدى كويس قوي في المملكه. طلعنا من السعوديه على البحرين نلعب مباراه البحرين، والحمد لله الامور ماشيه في اتجاه كويس جدا بتكاتف جميع اللي موجودين في النادي، جمهور دي نمره واحد، اداره، جهاز، لاعبين على اعلى مستوى الحمد لله، بينفذوا كل المطلوب منهم داخل الملعب وخارج الملعب، التزام غير عادي الحمد لله، وده سبب نجاح نادي الاتحاد السنه دي الحمد لله. بشكرك جدا كابتن محمد، وبتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله في البطوله، وكمان في البطولات المحليه في الدوري والكاس ان شاء الله. الاتحاد السكندري يكون مقدم موسم جيد جدا تحت قيادة واحد من أفضل رؤساء الأندية في مصر، زي ما قلت وبكرر الجملة مرة تانية، واحد من أكتر الرؤساء الداعمين لفرقته واللي بيعشق فرقته وجمهور فرقته، الحاج محمد مصلحي. الحاج محمد مساء الخير. حبيبي يا كابتن كريم، ازي حضرتك؟ أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ تمام، بشكرك والله يا كابتن، خيرك. ببارك لحضرتك، ودي كلمة شهادة حق أنا بقولها في ظهر حضرتك على طول، يعني أعتقد إن كل الاستوديوهات أو كل ما بتيجي سيرة الاتحاد السكندري هو واحد من الأندية اللي كلنا بنحبها. دايما بتكلم وبأشيد بإدارة طبعا في حضرتك، انك واحد من احسن الرؤساء اللي بتدعم وبتشتغل في هدوء جدا، مفيش خناقات ومفيش صراعات ومفيش تصريحات عماله على بطال، ودي امور كتيره الحقيقه يعني تصب في ان حضرتك فعلا واحد من افضل رؤساء الانديه في مصر. اشكرك وربنا يبارك لك، كتر خيرك على كلامك الجميل، ربنا يبارك لك، وحضرتك بيعمل اللي عليه الحمد لله. يعني نادي الاتحاد نادي يستحق ان احنا يعني ندعمه، يستحق ان احنا نديره بشكل محترم، تاريخ كبير النادي، جماهيره عريضه ما شاء الله، الحمد لله. يعني الامور السنه دي، والسنه انا عايز اقول السنه اللي فاتت كمان، يعني طبعا السنه اللي فاتت كانت بدايه طيبه الصراحه، ولكن السنه دي اللي بيحصل في نادي الاتحاد نظريات، يعني حتى لو انا ما كنتش رئيس النادي، اللي بيحصل في نادي الاتحاد السنه دي ما حصلش من سنين بصراحه خالص. يعني دي الحمد لله انتهت على ارض الواقع محترمه. أنا نادي الاتحاد الحمد لله السنة دي في السنة الثانية على الدوري بياخد بطل العرب كرة السلة، ده تاريخ كبير جدا. النهارده لما نادي الاتحاد يوصل لدور الثمانية لثاني سنة على التوالي في بطولة عربية، ده يعني قوية جدا. الحمد لله يعني بنسعد باللي احنا بنعمله، ونحاول ان احنا نضيف كمان يعني النتائج طيبة، مش هقول إنجازات ولكن نتائج الواحد يعمل عليه وزيادة، ولكن انا بشتغل لوحدي، معايا مجموعه محترمه طبعا، مع مجلس اداره على مستوى عالي، معايا جهاز تنفيذي جوه النادي بيساعدني كتير جدا. والسنه دي لو انا بتكلم على نادي الاتحاد الكوره، فانا يعني السنه دي الكابتن طلعت نصر نادي النادي راجل محترم، راجل بيجيب بطريقه شيك، يعني كلها يقل طبعا من يعني مديري الفنون اشتغل معايا في اداره الطاقه، ولكن انا بتكلم على السنه دي طبعا اثبات مختلف بصراحه، اداريا، فنيا، لعيبه على مستوى عالي، كل لعيبه هستعمل يعني كل عليها وزياده، وان شاء الله يعني نعمل حاجه كويسه. حاج محمد، اللي حضرتك بتتكلم فيه ده كله يزود الضغط على الفرقه، انه الجمهور هيطالب اكيد بالمركز جيد في الدوري، واكيد كمان ادوار متقدمه في الكاس. اللعيبه زي ما حضرتك بتقول التدعيمات السنه دي كانت جيده جدا، لكن هل طموحات النادي بشكل عام انه لا يعني انافس في الدوري على مقدمه الجدول مع ادوار متقدمه في الكاس مع البطوله العربيه؟ لا، هو الموضوع بالسهل طبعا، هو طبعا صعب موضوع بالسهل، ولكن عاوز نوع من الكياسه في يعني تحليلك الامور. لا، نادي الاتحاد السنه دي فعلا معانا لعيبه مدعمه بشكل محترم، في يعني كل المراكز بتهيألي يعني مراكز طيبه. انا يعني بقول حتى الكابتن طلعت يوسف في الماركات الشتوي، مش ما اظنش ان هو هيحتاج حد، ان هو مثلا
لا هيحتاج مثلا عنصر اثنين. قبل كده احنا مثلا السنه اللي فاتت كنا جايبين مثلا 14 واحد. السنه اللي قبلها نفس الكلام. فما اظنش الكلام ده هيحصل السنه دي. حاطين عينيكم على حد طابع يا حاج محمد ولا لسه الامور دي ما اتكلمتوش فيها؟ بصراحه ما حصلش كلام فيها وحتى يعني انا قلتها يعني تهزر يعني. بس انا بحكيها تاني. بص كريم بالاخر يعني شهر 11 شهر 12 ده شهر الوكلاء صح العديد طبعا. الشهر تلاقي مثلا لعيب مثلا ايه ما اتكلمتش خالص بيقول لك ده اتعاقد مع محمد مصطفى خريف بين الاتحاد وكذا. الكلام ده ما بيحصلش. ونفس الكلام شهر 4 و5 في قبل الصيف بقى قبل بدايه الموسم الجديد. الكلام اللي بيتقال يعني اسامي لكن في الاخر لا اكيد كابتن طلعت اكيد هيقعد وهيقعد يتكلم وهيقعد طلباته. ولكن انا ما اظنش ان هي هتبقى طلبات مش يعني مش عدد كبير يعني. ما نظرش نرجع العدد الكبير الموجود. عندك قوم فرقه محترم وعندك لعيبه كلها على مستوى عالي. انت يا كابتن معلش كريم هقولها لك بامانه يعني مش عشان انا برضه ان انا بدير هذه المنظومه او برأس هذه المنظومه. في لعيبه كتير جدا في مصر حابه تلعب في نادي الاتحاد. حلو. في نادي الاتحاد. كان العكس من السنوات السابقه. اللعيبه تخاف انها تيجي نادي الاتحاد او تقول لك لا ولكن لا السنه دي الوضع مختلف شويه. مش هتكلم ماليا في نوع من الاستقرار مش موضوع مالي او مادي. او القيمه اللي بياخدها اللعيب لا هو في نوع من الاستقرار بس اللعيبه بتحب تبقى موجود الحمد لله يعني اتمنى ان احنا يعني نفضل على الوضع اللي احنا موجودين فيه اتمنى ان شاء الله يعني نتائج تبقى افضل كمان في المرحله اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله. سمعنا عن كلام انه في يعني جلسه جامعه حضرتك ما بين حضرتك وما بين كابتن محمود الخطيب بشان عمار حمدي وانه كان في كلام ان الموضوع هيتفتح تاني في الشتاء. هل في اي اتجاه لده؟ حضرتك يعني انت عارف علاقتي بالكابتن محمود علاقه يعني شخصيه علاقه يعني طبعا وراجل يعني لما نقعد نتكلم مع بعض انا فتحت معاه الموضوع ده بصفه يعني بصفه صديق بصفه اصلا هو رئيس نادي ورئيس نادي واتكلمنا في حته ان عمار حمدي هل هيبقى له دور السنه دي في النادي الاهلي؟ هل عمار حمدي لما هو يعني تعلق مع نادي الاتحاد السنه اللي فاتت هيبقى الحته دي مليانه في النادي الاهلي؟ كلامي معاه كان كده مش كلام ان انا عاوزه وكذا. فلما طلبته مره واثنين فقال لي المدير الفني اللي كان ماشي قبل كده قال لك لا هو مناسب بعمار حمدي. فجاي المدير الفني الجديد بتاعهم دخل على طول وبعد كده في بطوله افريقيا عمار اتالق فيها. فهل بعد التالق اللي فيه عمار ده النادي الاهلي هيفكر ان هو يسيبه السنه دي؟ ما اعرفش. ولكن الوعد اللي انا اخدته من كابتن محمود الخطيب كان وعد واضح جدا حتى لو على سبيل الاعاره تاني يعني مش لازم بيع نهائي لانه اعتقد انه برضه فرصته لسه صعبه في الاهلي شويه. بالظبط. وصف وقال لي بقى هو قال لي لو في يعني اعاره لعمار وهيمشي في الاهلي فيعني قولا واحدا هتكون نادي الاتحاد مع ان هو قال لي طبعا كده حاجه ثانيه. والحلقه اللي جميله كمان ان عمار كمان يبعت نفسه رسايل يعني يبارك يعيد حاجه زي كده ويقول لك ان هو حابب ان هو لو ساب مشي النادي الاهلي يجي نادي الاتحاد ودي ميزه يعني بصراحه. طبعا. وحضرتك من الادارات القليله في مصر اللي ما عندكش مشكله في قصه انك تستعير لعيبه. في ادارات تانية بتحس انه ده يعني مش في مصلحه الفريق ان انا اجيب لعيب يقعد معايا سنه وبعدين يمشي لما يتحسن. الاتحاد السكندري عنده دايما وجهه نظر تانية مختلفه في القصه دي بالذات. بالظبط. هو كلمه حق لازم تتقال برضه. انا لما كنت مثلا في مستوى مرتضى منصور كان الناس اللي هي بتدعم الاتحاد بقوه بصراحه يعني. طبعا. راجل عمر اتاخر علينا يعني السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها كل ما نطلب منه لعيب عمر متاخر بصراحه وكان بكل حب وكل حبه الاسكندريه يعني هو على التمانيه ويقول لك مش منطقي يقول لك انا بحب اسكندريه. ايوه. لما كنت بتكلم معاه كده كده هيجي مثلا لعيب زي سيسيه للسنه الثالثه اعاره نادي الاتحاد. بالظبط كده. انت في لعيب ممكن تتعاقد معاه لمده موسمين ويمشي. صح يا كابتن؟ صح. فانت بقالك لعيب ثلاث سنين اعاره بالظبط. فانت ما تحسش انه اعاره يعني الموضوع ما بقاش اعاره هو بيلعب معاك ثلاث سنين. ففي لعيب سنتين وبياخد بعضه ويمشي. فاهم. ثلاث سنين موجود. فهو يعني بتبقى اضافه بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه ان السنه دي قام فرقه نادي الاتحاد 30 لعيب 28 لعيب عضو مع نادي الاتحاد تستمر بالثلاثه الاربع الخمس سنوات. حلو قوي. اثنين لعيبه بس هم اللي لهم اعاره السنه دي بس فما عنديش عدد كتير من اللعيبه اعارات. بالعكس انا السنه دي اعرت من نادي الاتحاد لانديه اخرى 11 لعيب. انا اعرت 11 لعيب نادي الاتحاد السنة دي كان عندك اثنين اعاره ما يتقالش نادي الاتحاد. فلا رقم منطقي جدا بالنسبه للقائمه بتضم 30 لعيب منطقي جدا. هتروح بعيد ليه؟ رمضان صبحي اعاره من احد انديه النادي الاهلي. طبعا من هدرسفيلد تاون صح. الموضوع بالظبط كده. فما بتتكلمش على حاجه بقت بعيده قوي. فلما عندك اثنين لعيبه بس اعاره من قوام فرقه 30 ما فيش مشكلة رقم منطقي جدا. بس انا بتكلم على المبدأ يعني مش العدد. المبدأ فكرة انه في اندية بت يعني ما بتفضلش انها تجيب لعيبة اعارة كتير
او على مدار سنين معينه او مواسم معينه علشان يقول لك لا انا خليني اكون فرقه ومضي 3 4 سنين ويبقى معايا وابني وبتاع. لكن الاتحاد السكندري الحقيقه عنده وجهه نظر والحقيقه تحترم جدا، انه اللعيب بيجي بيبقى مبسوط في الاتحاد وفي اسكندريه، وبالتالي ممكن ما يمشيش فعلا. بالظبط. ولو حصل سالوه تاني مثلا هو عايز اتفضل من كان في الاتحاد، خالد قمر كان من حاجات زي كده، دور السيد كان من حاجات زي كده. كان ازاي حضرتك؟ فدي من اللعيبه يعني، حتى هشام محمد جنه نادي الاهلي، النادي الاهلي هشام محمد جنه مش اعرى بتاع نهائي. بالظبط. نادي الاهلي نادي الاتحاد. ففي ميزات، ولكن الاثنين لعيبه ان هم يكونوا متواجدين اعاره، لا انا ولا انا يعني في موضوع اعاره ده يبقى حاجه، لا دي حاجه صب ولا حاجه، لا عادي خالص موجود فيها بيها اعاره عادي. طب قبل ما اختم بقى مع حضرتك يا حاج محمد، رساله من حضرتك لجمهور الاسكندريه اللي اكيد بيحب الاتحاد السكندري لدرجه العشق ومستني السنه دي منه حاجات كتيره جدا. بص يعني انا سعادتي غير عاديه، يعني انا دلوقتي انا وانا بكلم حضرتك انا من الساعه 5 خلاص الماتش غدا جدا الفندق، فبفتح على الواتساب بتاعي لقيت حوالي فيه 1200 رساله طبعا من جماهير نادي الاتحاد. طبعا. فالناس مش مبسوطه، الناس سعيده وفرحانه، وانا تملي ببقى سعيد على سعاده الجماهير بتاعت نادي الاتحاد. وهم جماهير الاتحاد في كلمه بيني وبينهم هم فاهمين الكلام ده كويس قوي. هم الجماهير مبسوطه، هم انا الكلام ده مبسوط. صح. ولكن في الاخر انا تملي بطلب دعم جماهير نادي الاتحاد. الاتحاد ماشي كويس دلوقتي ما شاء الله، انتوا كلكم فرحانين، حاسين الاداره عامله شغل عليها، الجهاز الفني عامل شغل عليهم زياده واللعيبه كده. فانا وارد وارد الله اعلم وارد ممكن يجي لك مثلا مطب في حته. لا ما تقعدش بقى وكذا. ودي حال الكوره في اي حته يعني. ودي كوره. طبعا. دي كوره. انت واقف مع فرقتك، دعم فرقتك، كانت فرقتك، ده دورك كجمهور. ولكن حته الاداره وحته الحته الفنيه سيبوها للناس الفنيين بتاعتها وسيبوها للاداره بتاعتها، واكيد لو انتوا في ثقه متبادله بينكم وبين رئيسكم او بينكم وبين المنظومه الاداريه جوه النادي والاجهزه الفنيه هنعمل للصالح، واكيد لصالح نادي الاتحاد وسعينينا وشايفينه هدف قدامنا ان شاء الله. فاتمنى دعمهم المستمر، انا بشكرهم ان هم السيدين في نادي الاتحاد، بشكرهم من كل قلبي، وبارك لهم وبقول لهم ان شاء الله افرحوا النهارده والايام اللي جايه، وان شاء الله الاتحاد مكان افضل من كل سنه ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا وببارك لك مره تانية، وان شاء الله نبارك لك تاني باذن الله السنه دي كتير، باذن الله يبقى الاتحاد موجود في نهائي البطوله العربيه، يعني يبقى احسن كمان من السنه اللي فاتت. للسنه الثانيه على التوالي الاتحاد بيقدم مشوار جيد جدا، كان طبعا الاسماعيلي، بنتمنى كل التوفيق اكيد للاسماعيلي كمان في البطوله العربيه، هيلعب بكره مع الجزيره الاماراتي في ابو ظبي، ان شاء الله كل التوفيق للدراويش بعد ما فازوا هنا، ان شاء الله يكرروا الفوز هناك كمان، ومبارك لهم بكره ان شاء الله في سوبر تايم. بشكر حاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، كل التوفيق ان شاء الله للاتحاد في البطوله العربيه مع الاسماعيلي ان شاء الله في البطوله العربيه، المصري وبيراميدز في الكونفدراليه، الاهلي والزمالك في دوري الابطال، 6 انديه بتشارك في بطولات خارجيه، وكل التوفيق ليهم باذن الله. نروح للاتحاد الافريقي اللي اعلن عن القائمه الاوليه لجائزه افضل لاعب في افريقيا 2019 واللي بيتنافس عليها 30 لعيب. الاعلان النهائي عن الجائزه هيكون في حفله يوم 7 يناير اللي جاي في مدينه الغردقه هنا في مصر. ضمت القائمة المكونة من 30 لعيب: محمد صلاح نجم ليفربول وأفضل لاعب في أفريقيا لآخر سنتين، محمود حسن تريزيجيه نجم قاسم باشا السابق وأستون فيلا الحالي، وطبعا سيطرة الجزائر بطلة كأس أفريقيا 2019 بوجود 4 لاعبين في قائمة ال 30 لعيب: رياض محرز نجم مانشستر سيتي، بغداد بونجاح نجم السد القطري، يوسف بلايلي نجم الترجي والأهلي السعودي، ترجي السابق وأهلي جدة الحالي، واسماعيل بن ناصر نجم امبولي الايطالي السابق واي سي ميلان الحالي. من السنغال طبعا ساديو ماني نجم ليفربول، ادريسا جاي نجم ايفرتون السابق وباريس سان جيرمان الحالي، وكاليدو كوليبالي المدافع الصلب جدا في نابولي الايطالي. من نيجيريا موجود ويلفريد انديدي نجم ليستر سيتي، اوديون ايجالو نجم شنغهاي شينهوا الصيني، وفيكتور اوسيمان نجم ليل الفرنسي. المغرب بيمثلها حكيم زياش نجم ايكس امستردام، اشرف حكيمي نجم بروسيا دورتموند الالماني، ومن الكاميرون موجود اندري اونانا حارس مرمى ايكس امستردام، واريك ماكسيم تشوبو موتينج نجم باريس سان جيرمان طبعا. من تونس موجود فرجاني ساسي نجم الزمالك، طه ياسين الخنيسي نجم الترجي التونسي، من كوت ديفوار موجود ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس الانجليزي، ونيكولا بيبي نجم ليل السابق وارسنال الحالي، ومن غانا موجود توماس بارتي نجم اتلتيكو مدريد، وجوردن ايو نجم كريستال بالاس، ومن الجابون موجود بيير اميريك اوباميانج نجم ارسنال الانجليزي،
وموجود من تنزانيا سماتا، واحد من نجوم تنزانيا اللي تألقوا في خلال السنين اللي فاتت واللي على فكره كانوا على رادار الاهلي والزمالك فترات طويله جدا، وطبعا دانيس اونيانجو حارس مرمى اوغندا، وبيرسي تاو واحد من اللعيبه الحريفه جدا في تشكيله جنوب افريقيا واللي برضه كان على رادار النادي الاهلي السنه اللي فاتت، وكارلوس اندريا ماتسينورو نجم مدغشقر اللي تألق هنا على ارض مصر مع منتخب بلاده مدغشقر، لعب كوتشو لاعب توجو اللي كان برضو على رادار النادي الاهلي في الفتره الاخيره او في السنه الاخيره لكن انتقل للدوري الاماراتي، موسى ماريجا نجم الدوري البرتغالي ومع بورتو واحد من العمالقه هناك، واحد من البيك ثري هناك نجم منتخب مالي، وطبعا نابي كايتا نجم غينيا ونادي ليفربول زميل محمد صلاح. تواجد كمان خامس المصري للمنافسه على لقب افضل لاعب داخل القاره لعام 2019، نادي الزمالك سيطر على القائمه بثلاث لاعبين بفضل طبعا فوزه بالكونفدراليه الافريقيه، فبيمثل نادي الزمالك ثلاث لاعبين: طارق حامد نجم خط الوسط، محمود علاء المدافع الكبير، وفرجاني ساسي النجم التونسي المتالق. الثلاثه تواجدوا في قائمه بتضم 20 لعيب، معاهم نجم النادي الاهلي في الموسم اللي فات، النجم الاول للنادي الاهلي الموسم اللي فات علي معلول، والاوغندي ايمانويل اوكوي لاعب الاتحاد السكندري. القائمه كالتالي كلها بقى جاءت كالتالي: أنيس البدري نجم منتخب تونس ونادي الترجي التونسي، علي معلول نجم منتخب تونس ونادي الأهلي المصري، دانيس أونيانجو نجم منتخب أوغندا ومامالودي سان داونز الجنوب أفريقي، إيمانويل أوكوي نجم منتخب أوغندا وطبعا وقتها كان سيمبا التنزاني لكن دلوقتي في الاتحاد السكندري، فرجاني ساسي نجم تونس ونادي الزمالك، فوسيني كوليبالي نجم كوت ديفوار والترجي وحاليا طبعا موجود في الريان القطري، فرانكوم نجم منتخب الكاميرون والترجي التونسي، وبعدين عندنا ويترو دولواندا ده بيلعب في ايه ويترو دولواندا، ورينيلسون واسماعيل حداد من المغرب والوداد البيضاوي، جون مارك ماكوسو نجم منتخب الكونغو الديمقراطيه وفيتا كلوب الكونغولي، وطبعا لابا كوجو نجم توجو ونهضه بركان المغربي اللي حاليا بينشط في الدوري الاماراتي مع العين الاماراتي، محمود علاء مع منتخب مصر والزمالك المصري، ميدي كاجيري نجم رواندا وسيمبا التنزاني، ميشاك ايليا نجم كونغو ديمقراطيه ومازيمبي، طه ياسين الخنيسي نجم تونس والترجي التونسي، طارق حامد نجم مصر والزمالك، تيمبا زواني نجم جنوب افريقيا وسان داونز، تريزور مبوتو نجم كونغو الديمقراطيه ومازيمبي، وليد الكارتي نجم منتخب المغرب، ويوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر والترجي سابقا واهلي جده الحالي. اما على صعيد المدربين فبيتنافس السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك واللي قاد الزمالك للتتويج بلقب الكونفدراليه الافريقيه مع 9 مدربين تانيين علشان نشوف مين افضل مدرب في افريقيا لعام 2019. القائمه بتضم كل من جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، أليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال، منير الجعواني المدير الفني للنهضة نهضة البركان المغربي، معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، جارنوت رار المدير الفني الألماني لمنتخب نيجيريا، فوزي البنزرتي المدير الفني السابق للوداد المغربي ونجم الساحلي التونسي، وبعدين موسيماني المدير الفني لسان داونز الجنوب افريقي، نيكولا دوبوي المدير الفني الفرنسي لمنتخب مدغشقر، وبعدين كورنتين مارتينيز المدير الفني لمنتخب موريتانيا، ودول بيتنافسوا طبعا مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي لاهلي جده السعودي. خلينا نستنى ونشوف ايه اللي هيحصل، لكن فكره ان يبقى عندك في افضل لاعب في ال 30 اسمين مصريين دي حاجه تستحق التحيه ليهم هما الاثنين، وان شاء الله يكون حد منهم في القائمه النهائيه. لما يكون عندك 20 لعيب داخل افريقيا منهم 3 مصريين دي حاجه برضو، او عفوا 2 مصريين دي برضو حاجه تبسطك جدا، لما يكون عندك طارق حامد ومحمود علاء طبعا بالاضافه لعلي معلول وساسي اللي بنعتبرهم الاثنين الحقيقه مصريين، فلو برضو حد فيهم فاز اكيد الجمهور المصري سواء جمهور الزمالك او الاهلي هيبقوا سعداء جدا. كريستين جروس الحقيقه مش محسوب علينا دلوقتي، مش محسوب على مصر دلوقتي، ما عندناش، ممكن يبقى محسوب على مصر فتفرح لما يكسب، لكن في الاخر اعتقد بانه جمال بالماضي هيحسم لقب افضل مدرب في افريقيا نظرا لقيمه البطوله الافريقيه للكبار، ممكن تبقى مقارنه باي بطوله ثانيه محليه يعني خاصه بالانديه تبقى الامور في صالح جمال بالماضي، وبالتالي يعني اعتقد بانه الاصوات هتروح له هو على صعيد الانديه او على صعيد اللاعبين، سواء بقى
خارج افريقيا او داخل افريقيا الامور يعني لسه مش هتبان دلوقتي، لكن طبعا اللعيبه الكبيره اللي عملت انجازات على مستوى الانديه زي ساديو ماني مع منتخب بلاده وصل النهائي ومع ناديه فاز بالشامبيونز ليج، محمد صلاح اي نعم مع منتخب بلاده ما عملش حاجه قوي لكن اخذ الشامبيونز ليج مع ناديه، وبالتالي الامور برضو هتبان في خلال الفتره اللي جايه مين عمل ايه مع ناديه ومع منتخب بلاده، وبالتالي هنشوف الخريطه هتروح لحد فين. لكن كل التوفيق ان شاء الله لمحمد صلاح لتريزيجيه ولطارق حامد ومحمود علاء في احسن لاعب داخل افريقيا. ريني فايلر المدير الفني السويسري لنادي الاهلي اعلن عن قائمه فريقه لمواجهه الجونه في بطوله الدوري الممتاز في الجوله الخامسه، واللي شهدت التواجد رمضان صبحي وخروج صلاح محسن وعمار حمدي ثنائي المنتخب الاولمبي من القائمه للحصول على راحه بعد انتهاء البطوله. صالح جمعه كمان مش موجود في القائمه، القائمه جاءت كالتالي: لحراسه المرمى محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي، في خط الدفاع محمد هاني واحمد فتحي، رامي ربيعه وياسر ابراهيم، ايمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد، في خط الوسط حسام عاشور وعمرو السوليه واليو ديانج ووليد سليمان واحمد الشيخ ومحمد مجدي قفشه، رمضان صبحي وجيرالدو داكوستا وحسين الشحات، اما في الهجوم فجونيور اجايي ومروان محسن ووليد ازارو. ومن الاهلي للزمالك، ضم الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك حسين فيصل لاعب فريق مواليد 99 لقائمه مواجهه ام بي ان شاء الله بكره في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز بعدما تألق في المباريات الودية الأخيرة قبل توقف أو في فترة توقف الدوري. سجل في شباك الأميرية وسجل في شباك حرس الحدود، فالراجل يعني أصر إنه يكون موجود في مواجهة إم بي اللي فيها بعض العناصر اللي مش هتكون موجودة، فهقول لكم القائمة الأول وبعدين نشوف مين اللي مش موجودين. عواد وأبو جبل في حراسة المرمى. خط الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغني والونش وحازم إمام وحمدي النجاز ومحمد عبد الشافي. خط الوسط محمد حسن وزيزو، امام عاشور ومحمد اونجم، محمد عنتر ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى فتحي وكريم بامبو واسلام جابر. اما في خط الهجوم طبعا مصطفى محمد مع خالد بوطيب وعمر السعيد والوجه الجديد حسين فيصل. بيغيب عن الزمالك كل من طارق حامد لاعب خط الوسط اللي عنده الام في ظهره وبالتالي سمعت في العضله الخلفيه فقرر الجهاز يريحه قبل ماتش مازيمبي. عبد الله جمعه الظهير الايسر بعدما غاب عن التدريبات برده كان عنده شد و بعدها غاب لظروف خاصة بإذن من الجهاز الفني، وطبعا فرجاني ساسي بسبب الحصول على بطاقة حمراء في الفوز الأخير على المقاولين العرب 2-1. أشرف بن شرقي كمان إيقاف بعدما تدخل أو اشتبك مع سيف الدين الجزيري التونسي لاعب المقاولين العرب بعد المباراة. وغيابات الحقيقة مؤثرة جدا لأنه مركز الخط وسط المدافع مش موجود فيه غير محمد حسن، ومن الممكن أن يكون أحمد سيد زيزو هو بديل لفرجاني ساسي. النهارده العملاق السعودي الهلال حقق الفوز بلقب دوري ابطال اسيا 2019 بعد ما فاز على اوراوا ريدز الياباني بنتيجه 2-0 في الاياب، وده اللقاء اللي اقيم في اليابان. علشان يفوز باللقب للمره الثالثه في تاريخه ويرد على هزيمه نهائي 2017 امام نفس الفريق، سالم الدوسري وجيله هدفين الهلال اللي ضمن مكانه في كاس العالم للأندية 2019 لأول مرة في تاريخه، وهيقابل الترجي التونسي في دور ربع النهائي بعد أسابيع قليلة، والفائز هيلتقي مع فلامينجو اللي فاز بكوبا ليبرتادورس بعد ما فاز على ريفر بليت الأرجنتيني في نهائي دراماتيكي جدا وانتهى في 4 دقائق بالظبط. وبالتالي مع ليفربول هنتفرج على بطولة قوية جدا إن شاء الله في كاس العالم للأندية. خلصنا اخبارنا، هنطلع لتقرير نتفرج على منافسات بطوله ابراهيم مصطفى يعني للمصارعه اقيمت في مصر دلوقتي، وبعدها نكمل كلامنا، خليكم معانا. لا يعني كان في منتخب اليمن، السودان، في منتخبات كويسة، في السعودية، الإمارات جاية فريق كويس يشارك بكرة، في الأردن فرقة كويسة. هي البطولة باسم إبراهيم مصطفى، ده لاعب أولمبي مصري، أول لاعب جاب ميدالية أولمبية في مصر من زمان، يعني هو أحسن نتيجة أولمبية في مصر. طبعا هو في دعم شوية من الوزارة وكده، يبقى في دعم أكتر، دول كتير تيجي تشارك. لو هو التنظيم كويس جدا بس برضه على قد الامكانيات، لو في امكانيات اعلى من كده يبتدوا يجيبوا دول اكتر واكتر واكتر. فتره من فترات البطوله دي بتاهل للاولمبياد بس بسبب
ان ما فيش دول كتير بتشارك بقت اضعف شويه. الحمد لله على المركز الثاني وكانت بطوله حلوه ومستضيفين يعني ان شاء الله بطوله حلوه ان شاء الله الاولمبياد 2020 الله ربنا يكرمني في بطوله الجمهوريه اللي جايه عشان العب اولمبياد طوكيو 2020. والله اولا الحمد لله يعني ده كرم من ربنا يعني انا بلعب وزن 61 والحمد لله حصلت المركز الاول كان معايا زمايلي من مصر بس ربنا ما كرمهمش جاب اول جمهوريه 4 مرات على التوالي والحمد لله ان شاء الله ربنا يكرمني في بطوله افريقيا الجايه باذن الله. والله انا قد جيت قبل كده لعبت بطولات لكن صراحه البطوله دي قويه لاني لعبت مع 4 مصاري كويسين ولكن كان نفسي في الاول بس لكن جتني اصابه والعين الحمد لله الثانيه يعني قضاء وقدر يعني هو ما فيش مستحيل هو اللي بيتمرن بيلاقي وبيجتهد بيلاقي وطبعا ابويا وامي وقفوا جنبي كتير سواء في تمارين ومصاريف وحاجات كتير بقدر ربنا طبعا انا يعني حاصلين على مراكز كتير اول وتاني وتالت كتير قوي ان شاء الله باذن الله وبكره برضو ان شاء الله هنحقق اكتر من كده كتير. طبعا هي مش حاجه سهله والحمد لله ابراهيم مصطفى طول عمرها دوليه بطوله النهارده ما كانش مشارك فيها دوله ولا اتنين كان فارق فيها كذا دوله والحمد لله الحمد لله مصر خدت اول. طبعا البطوله كانت جامده بس الحمد لله ربنا وفقنا الحمد لله. طبعا هي البطولات دي يا ريت يبقى في بطولات كتير في مصر دوليه عشان تدعم الحاجات دي وكده وباذن الله في كذا بطوله في مصر دوليه فالحاجات دي باذن الله هتدعم فإن شاء الله ومصر من بقت من أحسن الدول الأفريقية يعني أحسن دولة أفريقية وبقت من أحسن مصنفة من أحسن الدول في العالم في الروماني. البطولة كانت كثير صعبة بس الحمد لله قدرت أجيب المركز الثاني كانت يعني بدها تمرين كمان أقوى عشان المرة الجاية يعني إن شاء الله أجيب مركز أول إن شاء الله. ومن المصارعة لواحد من نجوم كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة اللي كان البعض بيشكك في أنه ما بيلعبش أساسي وهو في مركز حساس فإزاي هيكون متألق محمد صبحي أحسن حارس مرمى في البطولة. رحنا عملنا لقاءات مع أسرته والحقيقة كانت مجموعة من اللقاءات المهمة جدا اللي بتوصل لك معاني إنسانية مهمة جدا بعيد عن الكورة لكنها مرتبطة بشكل كبير بالكورة وباللعيب أو البني آدم اللي بيصبح نجم في الكورة أصلاً عامل إزاي؟ أصلاً أهله عاملين إزاي؟ أصلاً شايفينه إزاي؟ كل الأمور الخاصة بحياته الشخصية مهمة جداً لأنها بتأثر بعد كده لما بيبقى public figure لما بيبقى حد معروف في المجتمع أو نجم مجتمع بيكون متأصل بإيه أو عنده إيه من الأول من بيته. تعالوا نشوف التقرير ده وبعض اللقاءات مع أسرة محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر تحت 23 سنة ونرجع تاني. عم صبحي برحب بيك على شاشه تايم سبورتس. يمكن قدمت لنا اسم كبير ونجم كبير لكره القدم المصريه وحارس مرمى طبعا متالق مع منتخب مصر الاولمبي. احنا اللي تشرفنا بحضراتكم ومتشرفين بقناه تايم سبورت. ربنا يوفقهم يا رب جميعا ويوفق محمد ويكون اسعد الناس كلهم. محمد بقى بتكلمه وبيكلمك ايه اللي بتقوله له قبل الماتشات وايه ابرز يعني الاسرار اللي عايزين نعرفها بقى النهارده اللي بتظهر لنا نجم متالق في مباراه امم افريقيا. قبل كل ماتش محمد بيتصل بيا وبيقول لي ادعي لي وبندعي له كلنا. محمد ابن بار الحمد لله وكافح معايا وربنا اداله على قد نيته يا رب. محمد تعب معايا في الورشة كتير وتعب معايا في حياته ربنا وبطلب منه ان يسامحني على كل اللي عملته فيه كله. عملت ايه يا حاج؟ لا انا تعب معايا كتير وقسيت عليه كتير في حياته كلها عشان تطلع لنا بطل. الحمد لله لكل مجتهد النصيب وربنا يوفقه يا رب ويكون أحسن حارس في مصر كلها والعالم كله يا رب. أنا اللي ممرنه على الكورة من صغره من حوالي 4 سنين وأنا بمرن فيه كنت بمرنه مؤاخذة في الشارع في على بلاط على أسفلت على كل حاجة. تاب معايا كان جسمه كلته بينجلط كده من كتافته كلها كتافه وكل حاجة فيه كانت بتتعور. ربنا يبارك له يا رب ربنا يبارك له ويصلح حاله يا رب. كان واقف معايا في مرة في الورشة وزعلته كان هيموت في ايدي. والله اي والله
كنت ضربته بالقمطة الحديد وكده، برضه كان كره الكرة وشديت عليها عشان يروح وكده والحمد لله. هو ما كانش عايز في الأول كرة؟ ما كانش لا كان جات له حالة نفسية كده ومش عايز يلعب خالص. شديت عليه في الورشة، شديت عليه اللي خلاه رجع للكرة وقال لي أنا هروح للكرة تاني والحمد لله ربنا وفقه ويصلح حاله يا رب. محمد حضرتك رأس مالنا كلنا، كل العيلة بتاعتنا كلها هو ده رأس مالنا، ربنا يديله يا رب ويسعده. ده اللي أنا أطلبه من ربنا إن يوفقه في حياته كلها يا رب. كنت حارس مرمى وكنت بلعب في المحل أنا كل بعد ماتش ماشي غانا، بعد ماتش غانا الماتش الأخير ده بتاع الكاميرون أنا في الجون اللي هو دخل فيه أنا علقت له عليه وقلت وعرفته، قلت له يا محمد أنت خدت خطوة وطلعت رجعتك في الرجعة بتاعة الجون بتاع الكورة ديت، رجعتك هي اللي جابت الجون فيك. قال لك إيه بقى؟ قال لي يابا بإذن الله ربنا يوفقني ودعواتك، وأهم حاجة بس دعوات أهلي ويدعوا لي بس ويصلوا ويدعوا لي. ماليش قلب اللي انا اتفرج عليه، انا كل ما كره تيجي في اخاف لك تيجي فيه، ماليش قلب اتفرج عليه، قلبي على طول بيوجعني عليه وديت، واقعد اعيط لحد ما يخلص الماتش واقول له لما اقول له خلاص نجي اتفرج بقى عليه بعد ده. اتفرج عليه فين؟ انا بقعد فوق على السطوح فوق، اقعد ادعي له اصلي وادعي له لحد ما الماتش يخلص، او اقعد في الاوضه ساعات اقعد اصلي برضك في الاوضه واقعد ادعي له لحد ما الماتش يخلص، وقولوا له ده نجح تعالي ما تفرجي بقى على اتفرج على التعليقات اللي بتيجي في القناه بعدها واتفرج عليه. محمد تعب قوي، ربنا يا رب يوفقه يا رب اللي بطلوه من ربنا ينجحه في حياته كلها. اقول له راعى ربنا وصلي، وكل ما اتصل بقول له صلي وادي ربنا حقه عشان يديك. محمد حنان على اخواته وحنان على الكون، وربنا يوفقه ويسعده. محمد جدع وابن بلد وشهم، محمد كواس وستير كل خير، والحمد لله تعبنا وتربيتنا ما راحتش هدا، الحمد لله ربنا يسعده ويوفقه في حياته. هو هديتنا طبعا، مش عايزين منه اي حاجه، اللي هو ايه ربنا يوفقه في حياته خلاص. احب اقول لمحمد اللي ربنا يوفقه ويكرمه ويسعده زي ما ساعدنا كده، والفضل يرجع لبابا وماما برضك اللي هما تعبوا ومشقوا كتير علشاننا، والفضل يرجع لهم اللي هو يعني تنام وراه لغايه ما وصل للكرة يعني وكده. واحب اقول لربنا يسعده ويوفقه ويكرمه ويحقق كل اللي بيتمناه. ربنا يوفقه وبيدرس في التمرين، وكله ما فيش حد لما بيتعب ربنا بيديله، فاهمني؟ محمد بيتعب وبيدوس في نفسه في التمرين، يعني بيدوس في نفسه في التمرين بدرجه جامد جدا، وعمره واللي بيتعب ربنا بيديله طبعا. دي أسرة محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر تحت 23 سنة، اللي كل كلامهم بيتلخص في قد إيه محمد تعب. لو خدتوا بالكم من بعض الجمل كده اللي ممكن نحط عليها شوية نور، هو ما كانش عايز يلعب كورة فأبوه ضربه علشان يروح يلعب كورة. ده طبعا عكس زمان، كان العكس، كان الناس بتتضرب علشان بتلعب كورة، لكن إصرار الأب أو الأهل إن الكورة أحسن من أي حاجة تانية أو الرياضة عامة مفيدة لحياتك، مش بس عشان تتشهر وتبقى معاك فلوس وتبقى نجم وبتاع، لكن أحسن لك، أحسن ما تبقى بعيد عنها لأي أسباب. هو كان واضح أنه كان في مشكلة ليه علاقة بالكورة كرهته في أنه يروح التمرين، مش عايز يروح التمرين، فوصلت لأنه أبوه ضربه عشان يروح التمرين. والحقيقة واضح أن محمد بار جدا بأهله من مكالماتهم معاه أو مكالماته معاهم قبل الماتشات وبعد الماتشات، تواصلوا معاهم طول الوقت. في نوعين من اللعيبة أو أدمين، لما بيتشهر وربنا بيكرمه يبقى معاه فلوس ويبقى عنده معجبين وجماهير بيبقى بر أكتر بأهله، وفي العكس اللي ممكن ما يبقاش زي الأول بيختلف، هو بيتكبر أو بيشوف نفسه أو واضح أن محمد من الناس القريبين من ربنا
واللي قريبين من نفس من اهله من يعني حابب جدا ان هو يكون دايما مع اهله زي ما سمعنا كل اسرته بتتكلم على قد ايه هو بيتواصل معاهم او قد ايه هو بالنسبه له ان هم يدعوا له دي اهم حاجه عنده. فكره نجم المجتمع دي مش حاجه سهله، احنا قصدنا الحقيقه ان احنا نلعب التقرير ده لانه نجوم المجتمع في كل المجالات هم كلهم او خلينا نقول انه اغلبهم ناس كانت بسيطه جدا لكن موهوب في حته، فربنا بيكرمه في الحته دي فبيتشهر وبيبقى نجم وناس بتعرفه والصحفيين بيجروا وراه والبرامج بتستضيفه وبيبقى معاه فلوس والحاجات دي كلها بتغير الانسان بتغير البني ادم. لو انت ما عندكش اصل او لو انت عينك مش مليانه او لو انت كان عندك مشكله عقده نقص اي حاجه من الحاجات اللي هي الطبيعيه في دنيتنا بتتغير. مهم جدا انه ابنك دلوقتي لو بيلعب كوره يتفرج وارجع لبره، حتى موجود الكلام ده بره لما كريستيانو رونالدو اخد ابنه الصغير في المنطقه اللي نشا فيها وهي حته اسمها ماديرا حته يعتبر حي فقير في البرتغال. الولد كان مستغرب جدا انه انت كنت بتنام على السرير ده وفي الاوضه دي وفي الشارع ده كنت بتلعب وكنت بتنزل تركب المواصلات دي، ده انت النهارده واحد من اغنى الناس في العالم، واحد من اشهر الناس في العالم، واحد من انجم الناس في العالم. كريستيانو رونالدو يعني حدث ولا حرج عن كل اللي عنده ما شاء الله ربنا يزيده، بس انا بتكلم على انه حتى بره بيحصل ده. لما سالوه انت عملت كده ليه؟ ليه تاخد ابنك في الحته اللي انت نشات فيها؟ قال لهم علشان يعرف ان انا ما بقتش كده بسهوله، ما وصلتش للي انا فيه ده بسهوله. انا عايز اوصل له ان انا لا اتغيرت بعد الشهره ولا اتغيرت بعد العقود اللي انا ماضيتها والفلوس اللي انا كسبتها والنجوميه والبطولات ولا اي حاجه، وعايزه يعرف ان انا ما وصلتش للكلام ده بزرار، انا عايزه يعرف ان انا تعبت جدا عشان اوصل. مهم جدا تقرير زي ده او لقاء زي ده يوصل لك انه حتى لو كنت مستواك عامل ازاي الاجتماعي او المادي، مهم جدا في حاجات تتزرع في الولاد الصغيرين انه مهما حصل لك في الدنيا ما تتغيرش، مهما ربنا كرمك ما تتغيرش، وما تنساش اصلك وما تنساش نفسك وما تنساش اهلك. ففي حاجات مهمة جدا بناخدها من اللقاءات دي غير ان احنا بقى بنلتقي باهل الحارس النجم اللي عمل، لكن مهم جدا بعض الدروس الانسانية اللي كلنا لازم نركز فيها وكلنا لازم نستفيد منها. فده لقاء الحقيقة اعتقد ان هو لقاء مهم جدا، احب ان كل الصغيرين كل اللي لسه بيبتدوا يلعبوا كورة او حتى اللي ما بيلعبوش كورة يتفرجوا على لقاء زي ده، هيحسوا بقد ايه هم في نعمة، وهيحسوا بقد ايه انه الاهل قبل اي حاجة، وهيحسوا بقد ايه انه مهما ربنا كرمك لكن لسه في ناس بتحبك ومحتاجالك، اهلك ابوك وامك واخواتك دول ما يتعوضوش ومفيش حاجه تعوضهم في الدنيا، ولا مال قارون ولا نجاحات العالم ولا بطولات الدنيا، مفيش حاجه تتغير البني ادم لو هو متاسس صح. فاتمنى ان كل الناس تاسس ولادها صح، مش باخد مثل بحد، لكن كل الناس تاسس ولادها صح، بيلعب رياضه ما بيلعبش رياضه، مهم جدا الجانب الانساني فيك. حلو قوي انك تبقى لعيب او تبقى مشهور او تبقى ممثل او تبقى مغني او تبقى اي حاجه، لكن مهم جدا الجانب الانساني فيك. بعد الفاصل هستقبل اثنين من نجوم المنتخب الاولمبي، واحد منهم خناقه الاهلي والزمالك الجديده اللي هيبقى واحد من اهم المدافعين اللي جايين في الفتره اللي جايه. ابتدى في الاهلي واتشهر في الاهلي واتسمى باكم في الاهلي، لكنه انتقل لحرس حدود ومنه لوادي دجله وتألق بشدة تحت قيادة تاكيس جونياس، وكان امبارح كلامي مع مدربه كابتن محمد عبد الواحد عن قد ايه امكانياته عالية. النهارده خناقة ما بين الاهلي والزمالك وجس نبض من الطرفين، بل وكلام عن عروض اكتر من كده من بره، من عروض من اندية عربية. احمد رمضان باكم واحد من نجوم البطولة النهارده هيكون معانا، وواحد تاني النصيب ما لعبش او الحظ ما لعبش دوره معاه. الإصابة حرمته من تمثيل منتخب مصر في بطولة أفريقيا، والإصابة حرمتنا من موهبة مهمة جدا برضو كان أحد ناشئين الأهلي ولكنه تألق مع الاتحاد السكندري بشدة، فوزي الحناوي وأحمد رمضان بكم نجوم منتخب مصر الأولمبي، وأصبح خناقة ما بين الأهلي والزمالك، وواحد الإصابة لعبت دورها في أنه يبعد عن المنتخب لكنه كان معاهم لحد آخر يوم لحد يوم التتويج، موجود وقريب من اللعيبة والجهاز الفني. ضيوفنا في سوبر تايم بعد الفاصل، خليكم معانا. برحب بحضراتكم من جديد، مكملين كلامنا سوبر تايم، وزي ما قلت لكم النهارده ضيوفي اثنين لعيبه مصريين لكن مسمياتهم اجانب، واحد اتشهر من وهو صغير بباكم والتاني اتشهر من وهو صغير بميسي،
فخلينا نشوف حكاية الأسامي الأول وبعد كده هقول لكم على مين راح فين. واحد أصبح خناقة الأهلي والزمالك الجديدة اللي في كلام كتير قوي على أنه دلوقتي الموضوع يعني واضح أنه في خناقة هتحصل ما بين الفرقتين الكبار جدا على خدماته. والتاني واحد من اللعيبة الحريفة جدا اللي جمهور الأهلي كان زعلان في يوم ما هو خرج من نادي الأهلي لكن الإصابة منعته من الظهور مع زملائه في بطولة كأس الأمم الأفريقية. خلينا نرحب ابدا باحمد رمضان باكن. برحب بيك رمضان. ايوه يا مبارك ليك. الحمد لله تمام. ببارك لك طبعا على انجاز عظيم وعلى بطوله انت كمان ظهرت فيها بشكل كويس قوي قوي قوي. الله يبارك فيك. طبعا دي بطوله مهمه اي لعيب في مصر او بره مصر في القارات الثانيه بيحلم يحققها ان تبقى دي البدايه يعني. دي بطوله افريقيا تحت 23 سنه دي شرف ان انا خدتها بصراحه. ألف مبروك وحظك الوحش بقى ما خليناش نشوفك في المنتخب. فوزي الحناوي واحد من نجوم النادي الأهلي يعني برحب بيك وببارك لك. أنت جزء من الفريق والقوام الأساسي لكن الإصابة بقى هي اللي منعتك ومنعتنا إن احنا نشوفك من ضمن اللعيبة. أنا الأول برحب بحضرتك والحمد لله ده نصيب الحمد لله وإن شاء الله يكون لها دور إن شاء الله في طوكيو بإذن الله. والحمد لله احنا خدنا البطولة يعني اسمنا مصر خدت البطولة. صح. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل وغيابك ان شاء الله يكون يعني بسيط وترجع باذن الله تاني للفرقه. باكم يعني قبل البطوله انتوا شخصيا كنتوا متوقعين او شايفين المكان غير المركز الاول ولا كان بالنسبه لكم الاولمبياد وبعدين نبقى نشوف بقى موضوع المراكز ده؟ بص انا اتكلم بصراحه مش هكدب عليك يعني احنا اول ما بدانا يمكن حطينا مع نفسنا ثلاث حاجات عايزين نحققها في البطوله. رقم واحد طبعا ان احنا نصعد اول مجموعه عشان نلعب على استاد القاهرة. نفضل على استاد القاهرة ودي اول حاجه عملناها ان صعدنا اول مجموعه. تاني حاجه ان احنا نصعد اولمبيات مش ناخد البطوله لا تاني حاجه ان احنا نصعد اولمبيات الاول وتالت وصعدنا اولمبيات وتالت حاجه فكرنا ناخد البطوله والحمد لله خدناها. فانتوا بالنسبه لكم كنتوا مرتبين الاهداف يعني مش كله مع بعضه وفي نفس الوقت مش سايبينها للصدفه. لا كنا مرتبين الموضوع من واحد لثلاثه خدنا واحد ناخد اثنين خدنا اثنين ناخد ثلاثه. طريقه اللعب اللي كان من الاول الناس برضو بتنتقدها لانه الناس الحقيقه اول قبل البطوله كانوا بينتقدوا المنتخب بعض الشيء في طريقه اللعب. انتوا كنتوا شايفينها ازاي كلعيبه بتلعب انت تلعب في الخط الدفاعي وده يعتبر من اهم الخطوط وده اللي بيتبني عليه حاجات كتيره بتلعب بثلاثه اربعه ثلاثه بتلعب بثلاثه واحد الامور كانت متلخبطه بالنسبه للجمهور لكن انتوا بالنسبه لكم كانت عامله ازاي؟ هو ممكن عشان احنا جوه كنا فاهمين كابتن شوقي كمان كان مفهمنا ممكن الناس اللي كانت بتنتقدنا ما كانتش فاهمه. كابتن شوقي كان بيجرب كل الطرق عشان يستقر على طريقه. ممكن كان في ماتشات كان عايز يدافع فيها نشوف لو الكوره مش معانا هنعمل ايه. في ماتشات كنا بنفضل ماسكين الكوره بيشوفوا الكوره معانا هنعمل ايه. فهو كان مفهمنا كده والناس اللي بره كانت بتقطع عشان مش فاهم بالذات ماتش جنوب افريقيا الودي اللي هو اللي قبل البطوله كل الناس قطعت فينا. هو مفهمنا ان احنا بيشوفنا واحنا واقفين احنا يعني عايز يجرب ال10 واقفين ورا يشوف هنعمل ايه هيجي فينا جوان هنبقى كويسين. فهو كان بيجرب في الماتش ده وبعدها الناس طلعت اتكلمت يعني مش كويس ان احنا مش عارفين نلعب كوره بس هو كان مفهمنا ان احنا ننزل الماتش ده نجرب والكوره مش معانا هنعمل ايه. قطعت فيكم ده معناها ان انتوا كنتوا مركزين مع السوشيال ميديا؟ هو اي كلام بيتقال طبعا بيوصل لا مفيش لعيب دلوقتي ما بيفتحش انستجرام تويتر اي حاجه. فده معناها ان انتوا حتى لحد البطوله ما خلصت انتوا برضو شايفين ردود الافعال اللي من سلبيه تحولت ازاي لحاجه حلوه يعني. فوزي طمنا الاول على اصابتك اللي بعدتك عن المنتخب. هو الحمد لله دلوقتي احسن دلوقتي الحمد لله فاضل لي حاجات قليله ان شاء الله. فاضل هو الدكتور بتاع النادي هو اللي ماشي معايا وكده دلوقتي فقال لي فاضل اسبوعين ان شاء الله وهعمل اشعه ولو هي اصلا كانت ايه الاصابه كانت عباره عن ايه؟ هو كان في كسر في رجلي. كسر في رجلي وبعدين وصلت دلوقتي لمرحله ان انت لسه يعني هتعمل اشعه عشان تشوف لسه بقى لسه هعمل ان شاء الله بعد إيه؟ اسبوع ونص كده ان شاء الله هعمل اشعه اشوف ايه النظام بقى افك الجبس ولا اكمل اسبوعين كمان. واسبوعين كمان يعني انت الاصابه دي جات لك في وقت صعب طبعا لانه داخلين على البطوله وكل حاجه لكن انت في بدايه الموسم فانت برضو بالنسبه لك لسه ما دخلناش في المعمعه يعني بتاعه التشكيله الاساسيه اتحط ايديها علينا يعني عرفناها والحاجات دي كلها. هو يعني الحمد لله زي ما قلت حضرتك على كل حاجه يعني الحمد لله وان شاء الله ربنا يقدرني ان انا اعوض اللي فاتني ان شاء الله. التشكيله الاساسيه يعني حضرتك عارف كابتن حسام ف
مفيش حاجه اسمها اساسي، انت ترجع التمرين ان شاء الله، اعمل كل اللي عليا وموت نفسي في التمرين هتبقى كويس، هتدخل اه ان شاء الله باذن الله. طب شفت بقى وانت بره وانت بعيد عن المعسكر، شفت البدايه من اول يوم الماتشات الوديه اللي انت ما حضرتهاش والماتشات الرسميه، شفت الموضوع ازاي من بره؟ انت برضو جوه بس بره. والله يعني كان يعني انا كان نفسي اكون موجود، يعني اي حد يعني حتى لو في ناس ما يعني ما بتلعبش اصلا في الاستاد او في متابعين المنتخب يعني يكونوا نفسهم موجودين يعني يمثلوا اسم مصر، فاكيد حاجه صعبه على الواحد اللي هو يتصاب وهو يقعد كده. هو طبعا يعني على طول بكلم اللعيبه وعلى طول متابع معاهم وتابع الاخبار حتى لما البطوله بدات على طول معاهم على مكالمات، بس حاجه صعبه جدا لما الواحد يعني يتابعهم كده من بعيد. وكان يعني بس كنت متوقع ان المنتخب يفوز بالبطوله. والله يعني هو كان كل حلمنا ان احنا نوصل لطوكيو. تمام. يعني اول ما شفت مستوى اللعيبه وروحهم في اول ماتشات فالواحد اطمن يعني. وغير كده الناس اللي راحت الماتشات دي ما ينفعش اللي هي تروح زعلانه. صح. وبالنسبه للي بيروحوا يتفرجوا على الماتشات هتلاقي مثلا اسامي قليله معروفه. تمام. فبالنسبه للناس الكتيره اللي هي بتروح دي، انتوا جيل كلكم معروفين. لا هو في يعني في ناس اللي هي متابعه كوره جدا عارفانا. انت بتتكلم عن الجمهور اللي هو مش كوره قوي يعني. ماشي. فاللي هو العدد ده يروح ماتشات ويتابع ويكون عاجبهم اللعيبه وكده، فدي حاجه كويسه جدا. طبعا ده حقيقي، ده حقيقي. انت توقعت يا رمضان عدد المتابعين ده؟ يعني خليني اكلمك بصراحه، المنتخب الاول زعل الناس، فبقى انت عليك ضغط انك تصالح الناس وغصب عنك لازم تاخد البطوله. يعني تاهلنا الاولمبياد وكل حاجه، لكن انا لازم اخد المركز الاول علشان الناس زعلانه بقالها شويه وبقالنا كتير ما بناخدش البطوله، فاحنا مستنيين نفرح. يعني اول حاجه ده عامل عليك ضغط اكيد كلعيبه يعني، ولا خدتوها بشكل ايجابي اكتر؟ لا هو طبعا هو اول ماتش ما حضرناش زي نص النهائي والنهائي، كان الاستاد متقفل طبعا. فبس هي بنت من اول ماتش ان احنا الناس عاوزانا حبانا، فما ينفعش ان يعني المنتخب الاول طبعا يعني لما ما خدش البطوله الناس زعلت جامد. انا كنت حاسس، انا عن نفسي زعلت، كلنا طبعًا زعلنا طبعا. فاحنا بينا وبين نفسنا قلنا من اول ماتش ما ينفعش ان البطوله في ارضنا، ودي حسينا بيها عشان برضو البطوله بتاعت الكبار كانت في ارضنا. قلنا مش هينفع نبقى زي المنتخب الاول، لازم احنا نعمل حاله في مصر ان احنا ناخد البطوله. يعني زي ما قلت لك كنا مشينا ثلاث مراحل، مرحله، واخر ماتش طبعا ونص النهائي دي حاجه طبعا انا عمري ما لعبت كده في يعني بعدد الجماهير دي 70,000 او 80,000 مش عارف. اعتقد انها نقطه تحول ليك وكلكم انك تلعب تحت الضغط ده. هي طبعا مديانا دافع، انا مش عايز اقول لك ممكن سبب رئيسي في الروح اللي احنا كنا فيها ان احنا كنا بنبص في المدرجات شايفين الجماهير دي. يعني ده سبب انا شايفه رقم واحد ان احنا خدنا البطوله. الجماهير اللي كانت حاضره في الاستاد، وكل ما مش عارف انتم ملاحظينها ولا لا، كل ما كانت الجماهير بتزيد كل ما كنتوا بتشوفوا ادائنا وروحنا في الملعب كانت عامله ازاي. والحقيقه كلمه رمضان قبل البطوله على طول لما قال انه كلنا ما لعبناش تحت عدد كبير من الجمهور، بعض الناس قلقت ان انت لو طب نفرض انا الاستاد اتقفل هيمثل ضغط على اللعيبه ولا هيبقى في صالحهم، بس كلامك بيقول ان انتوا خدتوها في صالحكم. هو طبعا بيحمل علينا مش يعني هو مش ضغط علينا، هو مسؤوليه يعني بيحمل علينا مسؤوليه زياده، بس هو بيحمسنا اكتر طبعا. يعني عايز اقول لك ان اخر ماتش كان في لعيبه يعني انا وكذا حد كان اكرم برضو وانا دول اللي انا شفتهم، وكان في رمضان كذا حد عنده شد وبنكمل مش قادرين. احنا لاعبين خمس ماتشات في اسبوعين ومش في اي ماتشات واخر واخر ماتش انا بعتبره ماتشين مش ماتش واحد. صح. اللي هو انت بتلعب ربع وربع وانت لاعب اصلا 90 دقيقه ولاعب قبلها اربع ماتشات. صح. انا وبعدين انت بتلعب منتخبات بدنيا جاهزين جدا كمان طبعا، واحنا اللي فرق معانا برضه في البطوله دي ان معظم اللعيبه كانت بتلعب وجاهزه بدنيا. دي فرقت معانا جامد في البطوله دي. خلينا ابص لها من بره برضو، انت عارف اللعيبه دي كلها، انت كنت متوقع الاول التشكيله وطريقه اللعب دول؟ هو الكابتن شوقي من الماتشات الوديه كان في ناس عناصر اساسيه اللي هو بيبني عليها فرقه. طبعا.
في ناس ما كنتش يعني كان في مراكز كده في مراكز مش يعني مثلا اللي هيلعب جنب اكرم مثلا في مقارنه جامده وفي لعيبه يعني في مثلا مركز بيكا مثلا في لعيبه جامده مكانه فالموضوع كان صعب على كابتن شوقي طبعا اللي هو يختار كده بس يعني الناس شافته في 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 البطوله يعني اي حد كان يتحط بالروح وبالقلب وبالتركيز وبالطموح اللي هم نازلين دي يعني الطموح كلها ما كانتش عند الناس اللي في البطوله بس كانت عند كل واحد 97 في مصر صح تمام فدي حاجه كانت يعني حاجه تخلي الناس تفرح وبس بالنسبه لك كنت متاكد من انه طريقه اللعب هتبقى مناسبه للعيبه لانه زي ما بقول لك في ناس خافت من انه 3 4 مش اي لعيبه بيلعبها والانديه بتلعب ب 4 2 3 1 اغلب الوقت حسيت انه لا عادي احنا ممكن نتشكل مع كابتن شوقي يعني لا ما هو احنا لعبنا ماتشات كتير جدا احنا بقالنا سنه ونص او سنتين مع كابتن شوقي سافرنا سفرات كتير على طول كانت التشكيله دي ثابته واللعيبه يعني الحمد لله احنا يعني الواحد بيعرف يعني يفرق بين النادي والمنتخب اول ما بتروح المنتخب خلاص انت دورك الوطني بدا كل مدرب وليه شغل وكل مكان وليه طريقه فانت بتحاول تبطل اي لعيبه لا كان سنك صغير لا ما يعملش لخبطه الواجبات هنا غير هنا او الادوار هنا غير هنا لا هو اللعيبه كلها يعني في اقل مثلا ما فيش حد قليل كله لعب ماتشات كبيره وكله لعب فريق كله لعب فريق اول وكله لعب ماتشات تقيله يعني مش ماتشات عاديه فدي حاجه يعني كل واحد يعرف يفرق بين التشكيل ده والتشكيل ده مش حاجه صعبه والادوار قصدي سيبك من التشكيل ادوار فكره انك تبقى نازل النهارده وده برده سؤال ليك يا باكم لان انت نازل النهارده مع تكيس جونياس في دجله ادواره او طلباته منك مختلف عن طلبات كابتن شوقي منك ولا في تشابه هي ممكن يعني مش قريبه احنا انا مع كابتن شوقي طبعا يعني بنلعب اتنين مساكين وورانا ليبرو فانت لما بيجي عليك فيرو بتلعب عليه مانتو مان ماشي غير معاه غير الجنب التاني معاه احنا في دجله ما بنلعبش ما بنلعبش مانتو مان فممكن هي في دي لكن في موضوع ان انا بزيد بالكوره كابتن شوقي برده كان بيطلب مني ان انا زيد بالكوره يعني انت بتلعب كمان انت بتلعب كذا مركز يعني انت بتلعب نص ملعب وبتلعب باك في ماتشات لعبني فيها يعني في الشوط الثاني كان بيلعبني فيها ديفندر فانا بالنسبه لي كانت اللي هو مش فرق كبير قوي بين الاثنين والثلاثه طبعا بتبقى احسن لي شويه ان انا ممكن ازيد بالكوره فورايا اثنين وممكن اكرم يقف ورايا ثلاثه والباك العكسي مثلا لو واقف يبقى ورايا اربعه انما انا في دجله مثلا لو هزيد ما كنتش بزيد طبعا زي المنتخب عشان بيبقى ورايا واحد بس لكن فاتحين وما فيش غير مساك واحد غير يعني طب انا عايز ادخل في حته شائكه كده الناس كلها اتكلمت فيها وخلينا ناخد رايكم انتوا الاثنين فيها موضوع الثلاثه الكبار هو موضوع الثلاثه الكبار احنا ممكن اكيد اتكلمتوا فيها في المعسكر اتكلمنا فيها ان هو يعني مش وقته مش موضوع مش وقته دلوقتي بقى مش هقول لك وقته برده بس يعني الامور خلصت وبتاع فممكن حتى نتناقش فيها هو احنا عايزين ناخد حقنا الاول وبعد كده نبقى نتكلم اقول لك انا رايي الشخصي ما ناخدش كبار انتوا لعيبه رجاله وعملتوا بطوله حلوه وكلكم تستحقوا تلعبوا هناك فانا ما اخدش كبار بص انا اقول لك حاجه هو احنا دلوقتي احنا بطل افريقيا طبعا من غير الثلاثه الكبار طبعا انا بتكلم ان احنا من بقالنا ست سنين مع بعض من ايام منتخب الشباب مستوانا بيعلى ماشي فاحنا دلوقتي يعني ممكن لو كملنا كمان الست شهور دول طبعا مستوانا هيعلى اكتر هو طبعا اللعيبه الكبيره هتزودنا مش هتقللنا طبعا يعني لو اللعيب زي صلاح احسن لعيب في العالم دلوقتي لو جه معانا اكيد هيزودنا مش هيقللنا بس احنا مش عارفين هيتظلم يعني اكيد هيبقى على حساب حد وطبعا القرار لكابتن شوقي هو اللي هيقرر اذا كان حد هيجي معانا او لا احنا طبعا مش هنزعل ومش هيبقى خالص انتوا في الاخر لعيبه ومش هنتكلم طبعا في موضوع ولا حد هيتكلم في حاجه وكابتن شوقي هو اللي هيقرر وهو اللي بس انت حاسس الاتجاه ايه؟ انا حاسس الاتجاه ان ممكن مثلا يعني ممكن كابتن شوقي ما يختارش ثلاثه ممكن يختار لعيب او اثنين انا حاسس ان هو مش هيختار ثلاثه ممكن يختار صلاح بس ممكن وارد يعني وارد رايك ايه في القصه دي يا فوزي والله يا كابتن انا رمضان قالها في مؤتمر سمعته قالها في 21 او 23 واحد موت نفسه في البطوله وفي ناس لسه عايزه تظهر نفسها فكابتن شوقي لسه قدامه يعني موقف صعب او يعني القرار الاول والاخير بتاع كابتن شوقي طبعا بس في لعيبه محتاجه في لعيبه محتاجه تظهر في لعيبه محتاجه تبان يعني مثلا كابتن محمد صلاح مثلا مش محتاج يظهر
فانت بالنسبه للي عملوه في البطوله وبالنسبه للناس المصابه او الناس اللي ما ده لسه في بره كمان ناس استبعدوا في ناس استبعدوا في احمد حمدي استبعد وفي كذا لعيب استبعد فيعني دي وفي طاهر مصاب ونادي ومحمد محمود انا بتكلم عن الناس اللي استبعدوا يعني في كتير في كتير جدا ولاعيبه كبار صح وفي برده وجيه عبد الحكيم برده نجم الاسماعيلي طبعا ففي لعيبه كتير محتاجه تتشاف والبطوله دي يعني كابتن محمد صلاح هو طلع من البطوله دي طبعا فانت محتاج تتعرف على اللعيبه صح فاللعيبه دي الصراحه يعني محتاجين اللي هي تتشاف اكتر ان هي تاخد حظها تاخد حقها اكتر وطبعا القرار الاول والاخير بتاع كابتن شوقي اكيد مش عايز اتكلم هو احنا في الاخر كل واحد بيقول وجهه نظره لكن هو في الاخر اكيد هي وجهه نظر كابتن شوقي غريب الوحيده اللي هيكون ليها قيمه في الموضوع ده تعالوا نطلع على فاصل وبعدها هرجع اسال رمضان وفوزي عن اللي جاي بقى مع انديتهم كمان بعد البطوله دي والتالق وكلام الناس عنهم والمنتخب ده كله الحقيقه بقى نجوم كبيره جدا النهارده ايه اللي هيحصل اللي جاي ايه منتخب اول والانديه هتمشي القصه ازاي في الفتره اللي جايه معاهم بعد الفاصل ده رحب بحضراتكم من جديد احمد رمضان باكم وفوزي الحناوي اثنين من نجوم المنتخب الاولمبي ضيوفنا النهارده في سوبر تايم باكم انت جاي باكم ده ازاي الاول بقى هو انا وانا صغير كنت انا اصلا من المنصوره كنت في مدرسه كوره مع كابتن حميد فهيم عندنا في المنصوره كنت بلعب كان ايامها بقى خماسي اللي هو مدافع ويمين وشمال ونص ملعب واحد مهاجم فكنت بلعب انا نص ملعب وباك يمين ماشي فكنت بشوط فاولات برضو فسماك باك فطلع معاك بقى كمل معاك بعد كده اول ما جيت بقى النادي الاهلي مع كابتن بدر رجب انا عندي 8 سنين خلاص بقى بيكهام من وانا 8 خلاص سنين خلاص بقيت معروف بالنادي وانت قعدت من 8 سنين لحد ما مشيت وانت عندك السنه اللي فاتت لحد ما يعني قريب 21 سنه رحت الحرس رحت الحرس اعاره بس ده وانا عندي 18 سنه ماشي وبعدين رجعت تاني ورجعت تاني سنتين في النادي وبعد كده رحت دجله اعاره الموسم اللي هو اللي فات ده وفي نص الموسم رحت بيع محمد محمود بالظبط ففعلوا البند ده وخلوك بيع نهائي هسالك عن الخناقه بس خليني اعرف قصه ميسي انت كمان اتشهرت وانت صغير بميسي اي لعيب اشهر في مصر حريف بيروحوا مودينه لميسي على طول لا هو في ناشئين الاهلي في الفتره الاخيره كانوا بيذيعوا الماتشات على طول الموسم ده جبت 30 جول 30 جول ماشي فمن يوميها بس انت ابتديتش في الاهلي يا فوزي ايه ابتديت في الاهلي انا اول مكان اهلي انا رحت اختبارات زمالك واسماعيلي بس ما نجحتش في الزمالك واسماعيلي ولا نجحت في ده ولا ده ولا في الزمالك ولا في الاسماعيلي لا رحت اكاديميه الاهلي ماشي وبعدين كملت بقى مع كابتن ياسر رجب كده وكملت في النادي حلو سموك ميسي بقى عشان جبت ال 30 جول في السيزون كان لا كنت بعمل ماتشات كويسه في الناشئين وكده ولما صعدت مع كابتن حسام كان فتره التوقف بتاعت المنتخب فصعدت لعبت معاهم ماتش ودي كده في اول ماتش مش عارف كهربت اسماعيليه باين ماشي فالحمد لله ربنا وفقني وجبت جون كويس يعني جون حلو الحمد لله ده اللي خلاني موجود معاهم على طول فممكن ده اللي خلى الناس يكون السبب يعني لكن مشيت ليه برغبتك؟ اول موسم لما طلعت مع الاتحاد يعني كانت الدنيا صعبه انا اكيد مش هلعب يعني اكيد مش اول موسم هلعب فروحت يعني كنت عايز العب وكده وعايز اظهر عشان عايز نفسي ارجع العب في الاهلي تاني فعشان كده طلعت بس هل في كلام دلوقتي او يعني كان في كلام في الفتره السابقه انت قعدت سنتين في الاتحاد قعدت سنتين بس يعني ما 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 ما, ما قدرتش اطلع يعني ما خدتش فرصتك بكامل يعني حتى الفترات اللي كنت بلعبها كان فترات صغيره وكده وكنت الحمد لله بعمل اللي عليا بس برضه ما الحظ ما ساعدنيش الموسمين دول مع الاتحاد فاهم دي بس الحمد لله يعني الحمد لله طيب امبارح كان معايا كابتن محمد عبد الواحد هنا واتكلم عليك يعني كلام من الناس اللي شايف ان فيك المستقبل عامه بالنسبه للكره المصريه بس اتكلم معايا في نقطه مهمه جدا انك اتطورت كتير قوي مع مستر تاكيس طبعا هو يعني مستر تاكيس من المدربين اللي هي نقطه تحول في حياتي طبعا بعد كابتن سامو مصان انا عايز اشكر بس كابتن سامو مصان هو اللي لعبني كنت بلعب مساك الاول في النادي هو اللي لعبني ديفندر فالنقطه دي برده كانت نقطه تحول بالنسبه لي ان انا ابدا العب كره قدام وازيد ودي طبعا فرقه معايا دلوقتي وفرقه معايا مع مستر تاكيس مدرب بصراحة ما شفتش كده في الكورة يعني دماغه كلها كورة
هو فرق معايا طبعا، وبالذات في بطوله افريقيا ان انا قدرت ازيد من وراه، ولما كابتن شوقي كان محتاجني ديفندر كنت بلعب وبادي الحمد لله، فانا بشكره بصراحه. انت بتلعب مساك وديفندر وباك يمين وباك رايت؟ وعادي ممكن تلعب حاجه رابعه عادي؟ ما جربتش، بس لعبت في الحرس تقريبا ماتش كده هاف وانا عندي. والله بس انت وانت صغير تيت كده تيت هاف رايت؟ ابتديت انا في الحرس، كنت رايح ديفندر. لعبت مع كابتن عبد الحميد بسيوني وكان كابتن سامي المساعد، كنت بلعب ديفندر وفي ماتش لعبني فيه هاف رايت. ماشي. وجا كابتن احمد ايوب شويه لعبني ماتشين تقريبا مساك. فانت بالنسبه لك احسن مكان فيهم هو المساك اللي بيزيد ولا الديفندر؟ هو اريح مكان. بس انا بحب ديفندر ممكن اكتر سنه عشان بتلعب على الجون، ممكن تجيب جوان اكتر. طبعا. حد ما بيحبش يجيب جوان. طب احكي لي عن المنتخب الاول دلوقتي، منتخب بقى قوي او عمل لك ريكورد كويس واخذ البطوله وبتاع، قبل البطوله دي ما تبدا كان الناس بتتكلم على انه لا انميز عناصر في المنتخب الاولمبي يتحطوا مع المنتخب الاول. دلوقتي الكلام على انه لا، في كتير يعني في عدد كبير من المنتخب الاولمبي يستحق انه يكون موجود في المنتخب الاول. شايف ازاي انك تتجهز اصلا انك تبقى ضمن قوائم المنتخب الاول في الفتره اللي جايه، ولا لا بعد الاولمبياد نبتدي نبص تاني ونتكلم ونقيم تاني؟ شايف ايه القصه دي ازاي؟ لا هو طبعا كابتن حسام البدري طبعا مش هيقدر ياخد 11 مثلا مره واحده منتخب اول. لا مش 11 بس يعني قصدي كان الكلام الاول على 3 4 وبعدين دلوقتي بقى على 7 8. هو ممكن ياخد مثلا كل معسكر 2 3 يشوفهم على 4 بالكتير قوي، لكن ماشي. مش اكتر من كده. ماشي. يشوف كل معسكر، لو هو مثلا رمضان طبعا هيروح كل معسكر فياخد معاه 2 كمان، مصطفى مثلا رايح ان شاء الله فياخد معاه 1 كمان كده. فطبعا ان هو ياخد العدد كله او المنتخب يبقى بتاعنا كله يطلع وينضم من المنتخب الاول يعني علينا، دي حاجه. لا طبعا مش كله، لا يعني طبعا. بس انا بتكلم انه العناصر زادت شويه يعني. كان في الاول الناس بتتكلم على 3 4 اسامي قبل البطوله، كان ممكن 3 اسامي، يمكن كان رمضان ومصطفى وناس كانت مستنيه طاهر مع كان في طاهر وعبد الرحمن مجدي وصلاح وبتاع، لكن 3 4. لكن بعد البطوله بقى في كلام كتير قوي انه مش عارف اكرم يروح وبكم يروح ومش عارف مين يروح واسامه جلال وايه المشكله وفتحوا، يعني بقى في اسامي كتيره بتطرح يعني. طبعا انا رايي ان هو ياخد كل معسكر 2 او 3 يشوفهم على قرب. انت رايك ايه يا فوزي في القصه دي؟ هل اصلا اللعيب بيبقى نفسيا متهيئ كويس ان هو يبقى منتخب مصر الاول على طول، ولا زي ما بكم بيقول فكره ان انت لا يعني ياخد المعسكر ده 2 يشوفهم عن قرب، اللي بعده ياخد 2 تانيين يتفرج برضه يتعاملوا ازاي ويلعبوا ازاي وبتاع؟ لا والله يا كابتن، انا شايف اللعيب ملزم اللي هو على طول يبقى ماشي كويس مع الفرقه، هو دلوقتي دوره مع المنتخب خلص. فلازم يبقى ملزم اللي هو يمشي مع الفرقه بتاعته كويس بشكل كويس. هو كابتن حسام ما يقدرش ياخد 11 لعيب 10 لعيبه، ما يقدرش ياخد 7 لعيبه حتى، هو كل اللي يقدر يعمله اللي هو ياخد 7. ايه؟ ما يقدرش ياخد 7 على حسب احتياجه. ليه صعب؟ لا ما هو في لعيبه، في لعيبه يعني في لعيبه كتير كبيره بس كمان الظروف، بس هو في لعيبه كده على فكره، في لعيبه تقيله وفي لعيبه تستاهل يعني مع الوقت. ممكن مثلا ممكن الماتش ده مش موفق، الفريق كله مش موفق، ممكن 2 3 مش موفقين، ولسه في لعيبه اول مره تكون مع كابتن حسام، فلسه في لعيبه هتظهر مع كابتن حسام. اللي انا شايفه اللي هو مثلا اللعيبه احنا مثلا اللي هو نركز جامد في الماتشات ونفضل على المستوى ده، والكابتن حسام احتياجاته هي اللي هتقرر. في ناس مثلا واحد معايا في المنتخب كويس مثلا مش هاخده مكان واحد في المنتخب الكبير الكويس. ماشي. بس في مكان هيبقى محتاج واحد من المنتخب. هو بالظبط، هو على حسب احتياج الكابتن حسام. بس هو في نفس الوقت مش هيقدر مثلا ياخد 11 لعيب مثلا او 7 لعيبه وهو عنده كده كده ناس كويسه في المكان. طبعا طبعا، بس قصدي هو يشوف في الفتره اللي جايه طويله. هي الفتره الجايه طويله، انت لسه في اول موسم وتقدر يعني تشوف، ولسه برده مستقبل اللعيبه لسه كتير. يا مسهل يعني المنتخب ده الحقيقه نور الدنيا شويه للناس، لانه فكره انك يبقى عندك مستقبل دي حاجه من الحاجات اللي بتفرح في الكوره يعني. احكي لي بقى عن الخناقه اللي احنا سامعينها دلوقتي. مبدئيا كده هو في عروض وصلت لعيبه المنتخب بشكل عام، مش هتكلم عن حد معين، هل في عروض حتى لو شفويه وصلت لحد؟ هو انا ما اعرفش اللعيبه الثانيه ايه، انا بالنسبه لي ممكن كانت اول تمرين ليا في النادي النهارده ما حدش كلمني في حاجه بصراحه خالص، فانا ما اعرفش اي حاجه. طيب هقول لك اللي عندي وقول لي صح ولا غلط. ماشي. احنا سمعنا انه الزمالك جس نبض احمد رمضان باكم مع اداره دجله، فالاهلي
أعلن إنه عنده في عقده معاك مع دجلة بند بيتيح له أولوية شراك مرة تانية. هو لو عايز يشتريك وانت الرغبة بتاعتك أهلي خلص. أنا شفت الخبر ده نزل النهاردة بتاع إن أنا لو عندي إن هو ينفع الأهلي يرجعني ب 15 مليون تقريبا. سمعت 5 وبعدين سمعت معرفش 5 بعد أول سنة وبعدين تاني سنة يبقى 10. لكن وأنا بمضي في العقد ما حدش قال لي إن في شرط أو حاجة. مفيش حاجة كده في العقد. هو أنا مضيت ما بصيت يعني ما ركزتش. ما ركزتش في بنود العقد والله؟ لا. طب ما انت كان لازم تبقى عارف انت رايح فين جاي منين. انا عارف ان يعني وادي دجلة نادي محترم جدا محترمة جدا. اكيد مش هبص وراهم وهم لا يعني بس فكرة انك بس تبقى عارف العقد بيتكلم عن ايه. يعني مثلا يحق لي اشارك قدام الاهلي يحق لك. يحق لي مثلا اتفاوض مع اي نادي تاني. في حاجات طبعا يعني بالنسبة لموضوع الفلوس مثلا انا يعني موضوع الفلوس انا في النادي لو كنت قعدت كنت هاخد ضعف اللي انا باخده في دجلة دلوقتي. لو كنت قعدت فين؟ لو كنت قعدت في النادي في الاهلي لو كنت رفضت ان انا ما اتبدلش مع حماد محمود. ماشي. لما روحت النادي العقد بتاعي قل النص بس عشان ان انا العب. فما بس انت كنت هتلعب في الاهلي. ما هي الفكره في كده. انت كنت هتحسبها ازاي؟ ما انا بقول لك حسبه فلوس ولا حسبه لعب. ما هي لعب. لو حسبه فلوس كنت قعدت في الاهلي بس كنت هتتبسط يعني كان بالنسبه لك. ما انا بالزبط. بقول ماشي. ما انت في الاخر قصدي ان انت حسبة الفلوس دي شيء مفروض منه بتبص عليه واكيد مفهومه جدا. ولو انت بصيت الفلوس من بدري كده اكيد مش في مصلحتك. بس قصدي ان انت دي مهمه انك تبص عليها عشان ده رزقك فطبيعي انك تبص عليه. بس البنود الثانيه بتاعه الاهلي لو حب يرجعني في يوم من الايام ايه اللي هيحصل؟ طب لو انا حبيت اروح الزمالك ايه اللي هيحصل؟ فاهم؟ مفيش حاجه. لا. انت رغبتك من جواك اصلا اهلي وزمالك ولا بره؟ بالنسبه لنا هو انا طبعا من غير دبلوماسيه لو سمحت. والله رقم واحد انا بالنسبه مش رقم واحد ليا ولا اي لعيب مصري اي حد نفسه يحترف. وبالنسبه للاهلي وزمالك هو طبعا يعني النادي اللي محتاجني اكتر او اللي احس ان انا ممكن العب فيه انا ما عنديش مشكله. بس انا شايف انا وجهه نظر انا لحد دلوقتي ان انا اكمل مع وادي دجله الموسم ده عشان احنا عندنا اخر السنه بعد الموسم على طول اولمبياد. فانا لو انا مش ضامن ان انا هلعب في اهلي او زمالك صح. العب في وادي دجله عشان ابقى واقف على رجلي. ممكن كابتن شوقي غريب في اول ما مسكنا ما كنتش انا كنت في الاهلي كنت بتمرن مع الناشئين ساعات وبتمرن مع الدرجه الاولى ساعات ما بدخلش ماتشات. قال لي لازم تطلع اعاره عشان تبقى تلعب. موجود معانا وتلعب. وفي يعني في معسكر روسيا والامارات ما رحتهمش بسبب ان انا ما بلعبش بسبب ان انا في ناشئين. فانا مش عايز اجرب التجربه دي تاني. انا اللعب فرق معايا هو اللي لعبني في بطوله افريقيا ودي حاجه يعني انا خلاص بقيت ماسك فيه اللي هو اللعب مش فارق معايا بقى فلوس نادي صح. اهم حاجه العب عشان هو ده اللي علاني وهو ده اللي لعبني. بس انت في وقت ما لو قدامك الاهلي والزمالك هتشوف مين فيهم هيلعبك. يعني هي النقطه في اللعب اشوف مين اللي محتاجني اكتر او مساحتك انت فين اكبر. لكن ما عندكش مشكله في الالوان؟ لا ما عنديش مشكله خالص. نفس الكلام. احكي لي عن انت دلوقتي ان شاء الله ترجع السنه دي باذن الله تعالى موسم حلو مع سموح ان شاء الله. ان شاء الله خلص الموسم وابتدينا نتكلم في انت اعاره من الاهلي. بس هل سنه اعاره سنتين انت اعاره سنتين هل فرصتك في الاهلي لو مش قويه بالنسبه لك احسن لك او يعني مش واضحه احسن لك انك تفضل بره؟ هو انا اولا انا مضى عقد مع الاهلي فاضل لي فيه 3 سنين فاول ما اخلص الاعاره ان شاء الله باذن الله يعني اعمل موسم كويس السنه دي ان شاء الله مع كابتن حسام وباذن الله الموسم الجاي اعمله كويس. وهشوف يعني انا زي العيل الصغير لما بيشوف في بيته اللي راح باباه مثلا يساله انا هعمل ايه فانت لازم ترجع النادي الاهلي محتاجني. طبعا بالظبط. واي حد في مصر او في افريقيا يموت ويلعب في النادي الاهلي طبعا. فاللي انا جزء من النادي الاهلي ده حاجه حتى لو انا مش يعني انا مش لعيب في الاهلي بس انا اسمي لعيب النادي الاهلي معار لكذا دي حاجه لوحدها كويسه جدا. فانا هشوف النادي الاهلي الاول وعايزني مش عايزني انا هعمل اللي هو عايزه. بس في الاخر قصدي زي باكم دلوقتي هو اول حاجه بالنسبه له اللعب. العب بقى في الاهلي في الزمالك في الاسماعيلي في الاتحاد في دجله في المصر اي حاجه المهم ان انا ابقى ضامن مكاني 100%. انت بالنسبه لك هو ده الاولويه ولا لا ممكن اتنازل بعض الشيء عن ان انا ما العبش مثلا طول السيزون العب مثلا 15 ماتش بس اسمي في الاهلي؟
لا هو يعني ان شاء الله بعد يعني الموسمين اللي انا مثلا ان شاء الله اعملهم كويس، يعني انا هرجع الاهلي عايز يعني عشان عايز العب في الاهلي، فانا انت عايز هرجع تبقى اساسي في الاهلي اكيد. اه باذن الله، فانا هرجع اموت نفسي، مش هرجع اللي هو مش هرجع الموسمين اللي انا عملتهم كويسين. فانا كل اللي انا عايزه او كل اللي انا بحلم بيه مثلا ان انا ارجع اكون اساسي في الاهلي، بس ده مش هيجي الا بالتمرين وبالتعب. طبعا طبعا بس. طبعا ان شاء الله كل التوفيق للاثنين نجومنا النهارده. خلينا نطلع على فاصل ونرجع نكمل كلامنا معاهم سوبر تايم، خليكم معانا. برحب بحضراتكم من جديد، مكملين كلامنا سوبر تايم، وضيوفي النهارده احمد رمضان باكم وفوزي الحناوي، اثنين من نجوم المنتخب الاولمبي. باكم، هو الحركه بتاعت الوشوش اللي ركبتوها دي مين كان صاحب الفكره؟ كان طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر. طب انتوا طبعا اتكلمتوا، يعني لو لا قدر الله كنا خسرنا كنا اتقطعتوا؟ ها، احنا ركزنا ان احنا عايزين نعمل حاجه مختلفه تفرح الجماهير اللي كانت موجوده والشعب المصري اللي بيتفرج علينا. ما فكرناش بقى ان هي ممكن تيجي علينا بحاجه سلبيه، احنا يعني كان كل تفكيرنا وعايز ان احنا تفكتوا نفسكم، يعني نعمل حاجه يعني حاجه تشيل من عننا الضغط شويه. احنا داخلين ماتش نهائي، هو اصلا معظم الفرق جنوب افريقيا وكله بيعمل كده، كله بينزل بيدخلوا بيرقصوا وبتاع. فاحنا كان كل تفكيرنا ان احنا نعمل حاجه مختلفه تبسط الشعب، واحنا ما بيننا وبين نفسنا لقيت فك الضغط علينا شويه، احنا نازلين ممكن بدل ما نبقى مشدودين 100% تبقى 50% تقللنا شويه. بس انا لاحظت حاجه والحقيقه بشوف انها من اكتر الحاجات اللي ممكن تكون فرقت معاكم، الروح ما بينكم. سيبك من الروح في الملعب والحماس والطموح وبتاع، الروح ما بينكم انتوا هي دي حاجه ممكن تكون فرقت معانا جامد. ان انا زي ما قلت لك احنا مع بعض بقالنا 7 6 سنين من ايام منتخب الشباب مع كابتن معتمد. دي حاجه ان كل اللي بيلعبوا جنبك صحابك، فانت دي حاجه مختلفه غير انك بتلعب مع ناس، يعني اكنك بالظبط رايح نادي جديد اول ماتش نازل معاهم، بتشوف اللعيب بيبقى لسه مش فاهم. طبعا. لكن انت ده صاحبك، اكنك مثلا في خناق لو اتضرب هتروح تضرب معاه، هي في الكوره لو اترقص هتروح تموت نفسك عشان ما يبقاش شكله وحش. فهو موضوع الصحاب ده اكتر حاجه فرقت معانا في موضوع الروح. فوزي، يعني انا اللي خدت بالي منه ان اللعيبه اللي على الدكه او اللي بره او المصابين او اي حاجه نفس الكلام، فرحان ومن قلبه فرحان ان زميله ده تألق اللي بيلعب في مكانه وجاب جون وبقى هداف مش عارف ايه واحسن حارس ايه عادي. يا كابتن زي ما قلت لحضرتك لما قالوا بيقولوا بطوله 97 وبطوله مصر 97، فكل يعني كلنا الهدف واحد، كله محتاج البطوله وكله محتاج ان احنا نفرح وكله محتاج ان الشعب يفرح، بالذات بعد بطوله افريقيا اللي حصلت في مصر، وبالذات ما ينفعش اللي هو تنظيم مصر الشرطه مش 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 واقفه عليك انت بس ولا الجمهور اللي يفرح، في ناس تعبانه كتير، الشرطه والحاجات اللي في مصر اللي هو المنظمات طبعا كل الجهات الحقيقة كله والاعلاميين وكل اللي شغالين دول تعبانين عشان بس اللي انت مجرد جون هتفرحهم. صح. فكان الهدف كله واحد، يعني انت مش عايز تفرح نفسك اول حاجه، الهدف الاول اللي انت تفرح مصر كلها، فدي حاجة كانت جوه قلب كل واحد. بس كابتن شوقي من المدربين اللي بيعرفوا يلعبوا على الجانب النفسي ده. هو كابتن شوقي كان على طول يلعب، يعني يفضل يتكلم معانا اللي هو الروح وكده، بس اللعيبة من نفسها كله يعني كلنا حابين بعض. ماشي. حتى كلنا بره المعسكرات وبره المنتخب وبره النادي، معظم اللعيبة خروجات على طول مع صحاب بعض. جدا. صحاب جدا يعني خروجات على طول، حتى في الملعب مثلا لما يقابل مثلا اخر ماتش قابلت اسامة جلال وكده على طول هزار في الملعب، يعني بين مثلا التايم كده بنفضل نهزر عامل ايه كده. ما تسرسب لنا طب معلومه كده يا فوزي عن مين رايح فين بعد البطوله، العروض الكتير دي مين في حاجه؟ يعني سمعنا مثلا عن عرض برتغالي لفتوح، وسمعنا عن عرض مش عارف سعودي لمصطفى محمد، هل في حاجه ولا الكلام ده كله؟ بص يا كابتن، هو اي لعيب في مصر يعني بيحلم اللي هو يحترف. طبعا. محمد صلاح يعني خلى السقف طموح اللعيب يعني ما فيش، فهو فتوح ومصطفى يعني ما اعتقدش الحوار ده بايديهم، هو مع نادي كبير مع نادي الزمالك. طبعاً طبعاً. بس هو اي لعيب في مصر بالذات السن الصغير ده يحلم اللي هو يحترف طبعا. طب واللعيبه اللي بتلعب بره الاهلي والزمالك، هل في عروض من الاهلي والزمالك ولا في كلام شفوي، ولا تعتقد انه لسه بدري مش دلوقتي؟ اكيد اكيد بعد البطوله دي وبعد الاداء وبعد
يعني مثلا الاهلي والزمالك بيبصوا على اللعيب اللي هو يقدر يعني يقدر على الماتشات بتاعت اهلي وزمالك والجمهور والضغط، اللي هو احمد رمضان باكم واسامه جلال بالظبط. انا اكتر اسمين هو يعني. لا انا بتكلم في المجمل اللي هو الاهلي لما بيجي يبص على اللعيب بيبص اللي هو يقدر يستحمل، يقدر يستحمل الضغوط دي كلها. البطوله دي بينت ان كل لعيب يقدر يستحمل، يعني انت 80,000 متفرج ولا 70,000 كانوا بيشجعوا. بالظبط صح، فدي حاجه كانت كويسه للعيبه وحاجه كويسه تسهل الموضوع على الاهلي والزمالك. مسرك الاعلى مين يا باكم؟ مين اللعيب اللي دايما بتتفرج عليه تقول اللعيب ده انا احب طريقه لعبه؟ في مصر، في مصر حسام غالي، كابتن حسام غالي طبعا. وبره بحب ديفيد لويز. ديفيد لويز ها انه بيغلط كتير بس انا صغير بحبه يعني. حسام غالي في مصر وديفيد لويز بره. وانت يا فوزي؟ انا مسعود اوزيل. ماشي. وفي مصر كابتن ايمن حفني ووليد سليمان. كابتن وليد سليمان، كابتن ايمن حفني وليد سليمان، كله شغل ها. طيب مين احسن مدرب بالنسبه لك في مصر الى جانب مستر تاكيس طبعا؟ مين مدرب اللي تحب انك في يوم من الايام تشتغل معاه؟ ملوش علاقه باهلي وزمالك ولا اي انديه، بس هو مدرب بتعجبك كورته. هو في طبعا بعد مستر تاكيس يعني طبعا. لا مستر تاكيس على جنب، ده مدربك وطبيعي انك تبقى مبسوط بالشغل معاه، بس قصدي حد في كابتن ايهاب جلال كان نفسي العب معاه. هايل، لعيب مدرب هايل. في طبعا كابتن حسام البدري وكان موجود معاه في الاهلي، بس كان نفسي يعني كان نفسي العب مع يعني العب معاه ماتشات مش اللي هو اتمرن معاه. وكابتن حسام حسن طبعا. كابتن حسام حسن وكابتن ايهاب جلال وكابتن حسام البدري يعني من احسن الناس في مصر. فوزي انت تتمرن اوريدي مع كابتن حسام؟ انا قلت لحضرتك قبل ما نبدا اللي انا كان نفسي اكون موجود مع كابتن حسام، الحمد لله بقيت موجود معاه. بس انا يعني اللي انا بحبه كده بحب كابتن حسام، احمد حسام ميدو. كنت متاكد والله ان هيقول ميدو، مش عارف ليه. بحب تفكيره ومعاملته مع اللعيبه. بيفرق مع اللعيب السن الخاص بالمدرب؟ يعني يفرق معاك ان المدرب بتاعك يكون قريب منك؟ انا شايفها مش شرط في السن، بس قصدي في التفكير يعني. في التفكير انا شايفها اللي شايفها بيقدر يوصل لك المعلومه اسرع يعني، فاهم فاهم لغتك وفاهم نفسيتك. هو تلاقيه كان في الملاعب من قريب يعني، ما هو مش من زمان قوي بره الملاعب. يعني هو من فتره قريبه، مش من قريبه سنه سنتين، لا من مثلا 10 سنين، من 12 سنه. فهتلاقي تفكير بتاعنا مش بعيد قوي عنه. صح، فاهم؟ هو فاهمك. ايوه بالظبط، فاهم انت بتحب ايه وبتكره ايه. صح، دي بتفرق. ودي حاجه من يعني دي حاجه ايجابيه معانا في المنتخب الاولمبي برضو، ان معانا كابتن محمد شوقي وكابتن وائل رياض طبعا، كابتن معتمد جمال طبعا. انا كابتن معتمد جمال طبعا يعني اكبر شويه من شوقي، من احسن مدربين طبعا اتمرنت معاهم. بس انا بتكلم عن موضوع السن، انا بتكلم عن موضوع السن. هما الاثنين بصراحه يعني احنا بنعتبرهم المنتخب كله يعني صحابنا، بنعتبرهم ان هم لعيبه معانا في الفريق مش من الجهاز. فدي حاجه ايجابيه جدا. مش عايزه كلام، مش عايزه كلام. بالنسبه لك لو جات لك الفرصه انك تحترف بره مصر، ايه النادي اللي نفسك او الدوري اللي نفسك تلعب فيه؟ انا بحب تشيلسي. تشيلسي وش من اول؟ ممكن طبعا في ريال مدريد احسن دلوقتي، برشلونه، السيتي، بس انا بتحب تشيلسي. بحب تشيلسي. وبالنسبه لك خطوه لو انت ان شاء الله ربنا كتب لك في يوم من الايام انك تكون في اوروبا، تفضل انك تطلع بالتدريج يعني من مصر لبلجيكا لهولندا لحاجه كده وبعدين انجلترا او اسبانيا او كده، ولا لا مره واحده ايه وانا صغير؟ انا احب ممكن مره واحده عادي، اللي هو العب في ابقى طلعت لو هلعب كميه ماتشات معاهم العبها وانا صغير، مش وانا خلاص ببطل. لا يعني مش شرط. ليه بس؟ انا قصدي انك تطلع بالتدريج يعني، تطلع مثلا سنه في الدوري البلجيكي مثلا فتاخد يعني على اجواء يعني تتمهد بس يعني حاجه تبقى ممكن لو ده لعيب ما لعبش قدام جماهير يعني. انا دلوقتي لعبت قدام 80 مشجع، فهطلع بره العب قدام كام؟ هو يعني نفس الاجواء، هي نفس الاجواء بس يعني. الضغط خلي بالك، ضغط الدوري لو انت طالع من هنا لانجلترا مثلا ده ضغط مرعب يعني. ايوه اكيد هيبقى اكتر من بطوله افريقيا، بس برضه انت خلاص ده عديت حاجات كتير يعني. انت يعني موضوع الجماهير ده بيعدي لك حاجات، انك خلاص قادر تلعب قدام 80 واحد بيتفرج، 80,000 واحد بيتفرج عليك. فانت بالنسبه لك الموضوع من هنا لانجلترا على طول، وبالنسبه لك الحلم الاول هو انجلترا. تشيلسي تحديدا. وانت يا فوزي؟ انا بحب بايرن ميونخ. بايرن ميونخ والهلال. والهلال السعودي. بجد؟ والله بحبهم جدا. هم عامه فرقه تتحب. بس قصدي انك البطوله النهارده لو انت طبعا بنبارك لهم. الهلال السعودي دوري ابطال اسيا وحاجه عظيمه. برضو نفس السؤال، تطلع تدريجي ولا لا تطلع مره واحده؟ لا انا مثلا اللي هو تدريجي احسن ليا انا، سنه سنتين في حته اقل شويه بالظبط، اللي هو اتعود بس على اجواء اوروبا مثلا، على تفكيرهم، على طريقه لعب. اصل هتلاقي هنا
يعني هنا غير هنا خالص طبعا. تفكير والجو والشوارع والاكل وكل حاجه. فانت ممكن مثلا تيجي تروح مثلا مره واحده في مكان فانت تتاثر بالاجواء على ما تاخد وتدي بقى فيكون انت اتحرقت فاهم. صح. انا عن نفسي انا شايف كده مثلا ممكن انك تطلع بالتدريج. انا يعني انا ميال لده اكتر لانه هيمهد لك الحياه في اوروبا، لكن هي طبعا وجهات نظر. بالنسبه لك اللي جاي البطوله دي ممكن تغيرك فيه، تغير لك تفكيرك في حاجات كتيره. الاولمبياد البطوله دي تحديدا بطوله افريقيا، انك النهارده بقيت نجم، الناس كلها عارفه خلاص مين وفين وازاي وراجع فين ومين عايزه وبتاع، تغير لك تفكيرك في قراراتك ولا يعني قبل البطوله دي انت كنت واحد تاني ولا لا؟ انا شايف ان هي نفس الحاجه اللي في دماغي، ان انا رقم واحد بالنسبه لي ان انا احترف، يعني ما غيرتش حاجه بالنسبه لموضوع الاحتراف خالص خالص. الاولمبياد الاولمبياد هتاكد على الحلم ده. ده حلمي من وانا صغير ان انا احترف، فهي ما غيرتش رقم واحد في دماغي، يعني هو احتراف. ان شاء الله ربنا يكتبها لك باذن الله. فوزي انت بالنسبه لك ان شاء الله السنه دي مع كابتن حسام حسن، وبعد كده نتكلم بقى في يعني الاولمبياد باذن الله تكون موجود ان شاء الله. لكن نفس الكلام، الاولمبياد تاكد على حلمك اللي عندك انك تحترف بالظبط. بس هل في اي حاجه ممكن تتغير بعد ما تبقى في الاولمبياد ولعبت في بطوله عالميه وبتاع، ولا مش هتغير؟ انا عارف انا عايز ايه من الاول. هو انا اول حاجه يعني محتاج ان انا اجهز جامد الفتره الجايه، عشان طبعا النادي لازم ادي النادي حقه عليا. تاني حاجه اللي هو يعني النادي اللي هيوديني المنتخب، مش عايز كلام تمام، فانا لازم اطلع مثلا 100% من جواه او 200% من جواه عشان ادي النادي، عشان ربنا يوفقني بعد كده في المنتخب مع المنتخب. فان شاء الله انا يعني انا نفسي اروح البطوله ان شاء الله، وان شاء الله الحقها. والبطوله طبعا يعني العالم كله شاف البطوله. طبعا صح، العالم كله شاف البطوله. بس يعني انا عندي حلم، بس مش ما والله ما مش دبلوماسيه ولا حاجه، بس عندي اللي هو نفسي العب كاس عالم الانديه مع الاهلي ان شاء الله باذن الله. ربنا يكتب لكم كل احلامكم وتبقى حقيقه باذن الله. فان شاء الله بعديها بقى الواحد تطلع بره حوار الاحتراف ان شاء الله. فوزي انا بشكرك جدا على وجودك معايا، بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه مع سموحه وطبعا مع المنتخب. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، وباكم بشكرك شكرا جزيلا على وجودك. بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، كل احلامك كمان تتحقق باذن الله ان شاء الله. كنا مع حضراتكم النهارده على مدار الساعتين اللي فاتوا، كانوا ضيوفنا النهارده اثنين من نجوم منتخب مصر الاولمبي، احمد رمضان باكم نجم وادي دجله، وفوزي الحناوي نجم سموحه. اثنين من اللعيبه اللي ان شاء الله بننتظر منهم كتير الفتره اللي جايه، هم وكل جيلهم. عندنا منتخب قوي ان شاء الله يكون خير منتخبات افريقيا في الاولمبياد، يكون هو يعني المنتخب الابرز بالنسبه لنا او بالنسبه لقارتنا في الاولمبياد، وان شاء الله نشوف منهم خير كتير في الفتره اللي جايه. بشكر حضراتكم جدا، بكره ان شاء الله في نفس الميعاد حلقه جديده من سوبر تايم على تايم سبورتس. بحرك.